نفسها الأب ديالي محمد الكوكي رحمه الله أيضا، وكان ناوي الاسم ديال الحزب، لكن جات الموت ما خلاتني الوقت في نعيدك الاسم. لذلك هذاك الحزب بقى مهمشو حتى مدة طويلة، وخديتو أنايا بغيت نرجع داك الحماس اللي كان في داك الحزب اللي مات من مور الموت ديال الأب ديالي. نعم. وانا الحال حاليا باقي حاير، ما كتبتش عليه، يعني ما عرفتش واش غادي نخلي الاسم ديال اللي كان قبلي ولا غادي نبدل. باقي الحال الان يعني ما كتبتش عليه. قول لي، مازال ما عرفش، مازال ما عرفش السميه ديال الحزب تقريبا. نو الاسم راه كليك شنو الاسم، مي قابل لي فهمتي، يعني باقي خصني نشوف مع الناس اللي معايا في الحزب وغادي نتشاوروا ونديروا واحد الاجتماع صغير ونتفقوا واش غادي الاسم ولا غادي يبقى هو هو. داري السي الشوكي، انا كتبان لي الوداد والموده، ما عرفتش انتوما لكم الحريه في اختيار الاسم. حتى الموضوع ديال الحزب ديالنا كان ديال واحد جوج ديال اليدين مخالطين، ما عرفناش واش غادي نخليهم. غير شويه عندنا قضيه مركزه، هذاك الشيء علاش قلت لك عندنا بزاف المشاكل، لذلك ما بغيتش دابا نقوم حتى شي حاجه حتى نبدل المشاكل ديالي. وعاد ان شاء الله الحمد لله. وي وانت السي الباشا قلت لي دابا شان اسمح لي اقطعك، هذيك القضيه ديال الوداد والموده الى حاولنا نترجموها لواحد الكلمه اخرى، بحال لك تقول الحب والمحبه. اييه غير الطريقه وي غير هي تقريبا والله نفس الحاجه، راه ما كتبانش، ما كاينش شي فرق كبير. النصيحه اللي نقدر نعطيك حاول تخليها وحده وصافي. نعم ماشي ساعه فسنه. حزب الموده، لا لا بحال حزب الموده مزيان، ولا حزب الوداد مزيان. قهوة الوداد غادي تمشي شي شويه بحال جهاز كره، ولكن مزيان. اي فهمت كسي باش يكون خير ان شاء الله. يكون خير اسيدي. بالنسبه للحزب ديالي راه حزب الحل والعقد. اي بارك كنت قلت لي الاسم فاش واحد السميه شويه في شكلها شويه، كاين شي ناس حتى هما دايرين الاحزاب ديالهم، ولكن غير انت واش غنقول لك انا واش غنقول لك اوليدي بالضبط. انا جيت على ضد القضيه هذه، ربما لقاو شي خبيرات هنا عند الناس ديال البوليس. صعاب هذه، ما كاين حتى شي واحد. ايه هادو الناس ديال هادو هما الناس ديال الرئاسه. ايه هادو الناس ديال الرئاسه مخصاهم ليا الدوله للحمايه ديالي، راك عارف كاينين الاعداء غير هما اللي موجودين. ضروري الله يعاود لي السي الباشا. قلت لي انت سولو. وي راه قلت لك انا يلاه وصلت، انا راه سبقت العوان ديالي سبقتهم، ان انا خليتهم هما كيقادو شي مسائل فرنسا، عارف راك انت فرنسا، ودابا راه عندنا قضيه شويه معنكشه، عندنا شي مشاكل مع الدوله ديال المسليح، الدوله هي والدوله هنا، الدوله فاش دخلنا هنا عندنا واحد المشاكل هنايا، وحتى الدوله ديال فرنسا عندنا معاها واحد المشاكل، يكون خصنا نحلوا المشاكل ديالنا عاد نبداو ان شاء الله. ايوا قول لي بعدا واحد القضيه، انا راه دخلت لي الشك. كتهضر معايا بحال راك بعقل كنيش. عجباتني انت راه حيت من ياك طيح على طحشي من الهليكوبتير، طحشي على راسك وداويناك وبغيتي تدخل وتخرج في الهضره. وسير باش الله يهديك، راه الدنيا بزاف راه كيقولوها. راه شحال نقول لك دابا ما تشوفناش انا وياك. وراه حيت الشهادة الطبية ديالك راه مازال عندي في بارك. هو ماشي تنقول لك شوف الشيء راه مازال خصنا ندير واحد الكنيسة إن شاء الله، غنعاود لك شحال من حاجة، أنه وقعولي شي مشاكل مع العائلة ديالي، وطراولي يعني شي حوايج راه كاتاستروف أسيدي السيد باشا، راه غادي من كاتاستروف، ولكن الحمد لله كان
كنترجاو الخير ان شاء الله. ان شاء الله يكون خير. يكون خير اولادي يكون خير. المهم راني غادي راني هو نغيز ليك وصافي. ايوا مرحبا السي الباشا، حنا راك عارف العسكر راه كنا انا وياك ديما مغيزين لبعضياتنا. اي 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 وشكون اللي يغيز الاخر؟ لا يكون خير يكون خير اوليدي. اوجد اوجد ظهرك للمصويطة. هو المهم انا نحل المشاكل ديالي وانا معك باذن الله. غير دابا حنا راك حابسين عارف المدينة بلا رئيس. اي اي راه داك الشيء اللي كنشوف راه خلص ان شاء الله اقرب وقت يتجدد في هذا. قول اجراءات انتخابية وما حنا حابسين انا والله ما حنا جينا انا. خير دار واحد التنحي في واحد الفترة وجيزة اللي ما خلاتش الحكومة ديال الخدمة ديالها. وي. جا بين ليلة وضحاها وعلن الإعلان ديالو، إي خلانا ندخل شوية الدولة مرتاحة. الله يسر. أنا كيبان لي ما كاين حتى شي واحد هنايا غادي يمشي بحالي، ربما كاين هنا واحد البوليسي، اسمح لي. وي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كي داير السير البوليسي؟ كلشي بخير؟ هو هذاك الصحة لاباس. وي وي هاو قول لي وين نسولك واش كاين السوبيريور ديالك ولا لا؟ لا ما كاينش. ما عندكمش شي اخبار على شي مرشحين شي طلبات احزاب شي رخص؟ لا لا تسعى ما كاين حتى شي حاجه، كلشي مازال كونجدي كما كان. كلشي ايوا صافي خير اسيدي صافي صافي تفضل اسيدي تفضل. سي بوي نعم اسيدي. السلام عليكم. كازا سي باش ممكن دابا هو خالي بغا يدوي معايا دقيقة ما نعرف شكون. وي واخا سي أيمن أجي. وي سيدي اسمح لي نسولك السي باشا، لا واش ديال الرئاسة؟ هي راه ما عندكش الحق، ما عندكش الحق تمشي معاك السي باشا، أنت باقي الله مترشح فهمتي. نعم سيدي شاف الرافير لا عاب لا شي غنفيدو غنفيدو لا لا غنفيدو غنفيدو ماشي اشكال ماشي اشكال نفيدو. انت شوف اسيدي نورمالمون ملي كيكونوا شي مرشحين الرئاسة ياك لابد الدولة ما كتضمن لهم الامن والامان ديالهم لان عارف كاين الاعداء هنايا في المدينة كثار. دونك بما كيكون مرشح وحيد ولا جوج المرشحين لا بد الدولة تحافظ على الامان ديالو. دونك الدولة كتوكل لك هاد الحارس هادو باش يحافظوا على يحافظوا عليك وصافي. الا كان شي تهديد ولا هادي يدخلوا هذا ما كان. ولكن اسمح لي نقاطعك، دابا انت الدولة رشحت الفرد كان حتى الحراس، علاش ما وفرتش السيد لاخر؟ حيت بالضبط مازال ما تحطش شي ملف رسمي ديال شي واحد فوالا ما كاينش شي ميل فرسمي ديال شي واحد غيترشحك، وكان شي ميل في واحد اخر ديال شي واحد غيترشحك وراه كانوا مع عمر الحارس. دابا باش السي باش باش نتاكدوا من السلام اييه عندك شي مشكل معك السي باش؟ اييه راني عارف عندك اي سؤال مرحبا سيدي نجاوبك. الله ودي تبارك الله عليك سيدي مرحبا. اوكي الاخوان انا غادي ندخل السبيطار بالي انا صافي ما كاين والو. اوكي نورمالمون الناس كيتفرجوا فينا هادو بحال 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 عندي ما عندي اشكال. صوب شوف هذا الكات كات شنو المشكل اللي كان فيها؟ شنو هو المشكل؟ مازال ما عرفنا شنو المشكل فيها. اوكي اوكي سقراط. وي سيدي انا جاي للسبيطار. مرحبا سيدي وسيب معاك هذوك اللي كيخلعوا سيدي. كاينين معايا اللي قالوا تقول وي وراه عندي واحد السيد قال لك لا راه باش تكون عنده لي كاركو نورمالمون وراه خدام شي قطعة وبدا كيغني عليا وانا نقول له سير تبعو راه واحدة في كوميك. هذاك اللي لابس الاحمر؟ لا لا ابيض كومبلي كله ابيض. مرحبا ديجا انا جوابي على لساني راه كتعرفني. ما نخافش عليك هو راه خاف شي واحد يكون هشام بكركع. اه
اجي معايا سي سقراط، اجي معايا، اجي معايا، ادخل معايا للدار. قول لي يا سيدي، مولاي شنو لعب بالخاطر؟ احلى وكلمات. صافي قررتي؟ صافي بارك الله. والسبب شنو هو السبب؟ ظروف صحية عندي واحد المرتك عادي. واخا بلاتي بلاتي، بقى معايا بقى معايا، انا واحد الدقيقة نشوف هذا المشكل. اوكي، كاين مينويز غرينوكس ونيزار. مينويز انت واحد، اوكي سيدي انا وجد، قول لي انت توكل على الله صافي. ولا ما تشيل في زقوه. اوكي سيدي، عوارك لا ما فاهم والو، انا اللي فاهم قلت استقالة. ما عطيتها بس استقالة، وكان طلب من استقالة وكان فكرني في سمية. فقرات فقرات. لا لا، السمية الأخرى. سير 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 فقرات. بس أمور شيء في التيفي يعطيك الفقرة الثانية. آسف. أنا اوكي راه ما خرجش عندي السميه. لا 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 ما خرجش، ما خرجش. هي اللي كاينه راه فقره. المهم راه ما عنديش، ما عنديش. صافي صبر صبر صبر، ما عنديش حسن. انا نمشي نتهنى. دوي يا سيرسي. كيفين هو السيد اللي جانا قال لك تقبل؟ فين كاين؟ سلام سلام ان شاء الله. اوكي، شي واحد من لي كاركور ديالك وصلني. ايا اش كدير انت معايا؟ وشحال مرة كيقول لي تقول لي تقول لي تقول لي
كيضرب فيا وتيقول لي بالغانا والله الا السي باشا كاين الكاميرا كاينه الكاميرا ان شاء الله تخليها شي ثلاث ضربات وتيقول لي بالغانا لو ابو يسير نعيطوا للبوليس نعيطوا للبوليس ما عرفتش شنو هذا زعما نعاود الشمس تخلى هنايا ما عرفتش علاش كيقلب قلت له كيفاش نعاودك ضربني الاولى غلط سالي غلط كاين هنا شي بوليسي لا قل لي باش نعيط لهم عيط اشتري وين كنسمعك وين شنو قلتي لي عاود لي اخويا قلت لك شي واحد يوصلني للكراج ضرب الناس لا ما يقدر حتى واحد يوصلك اول شيء لا حتى واحد لا لا وي وي كاين سقراط برا وي كاين سقراط برا وي انا انا نعم سيدي نعم سيدي ما سمعتك شنو قلتي ليا الطبيب هو هنايا انت هو الطبيب سمعتوا لي الميساج الدولة يا ما عادش ليش سمعتوا لي المهم راه شي واحد كيقول سمعت لي الميساج قال لي عندكم شي قدر بوجي خاصني بوجي قال دابا راه حاب نمشي لوالدي ما عندنا قوات سيدي هنايا ما سمعتوا لي الميساج ديالي سانسوني لا واد وليدي واش تقولوا واش عندنا شي قادوس حيت شي دابا فهمت لي تو ميسار يا تصفطوا لي هاد هادي ديالي وبوشي ديال الدوله هو حتى السبيطار صفطوا لي هي اللي راه عندنا المشكل وانا جيت دابا يمكن نقلب على المشكل مع اللي يقولوا لي ما كاينش راه ما يمكنش راه الميساج عندي انا في التليفون واخا حنا نديرو قضيه مزيانه حنا نعيطو للبوليس ياك ياك ونسولو الله يرحمك الوالدين لا واحد انت قلت لي جاك من تما وجاك من البوليس وقالك واخا سيني واخا سيني واحد دقيقه بعدا انا جاي عندك انا جاي عندك لا لا جاي علاش واخا واخا خليه اجي معايا انت اوكي شوف اوليدي واسي باش قلت لي بدا حوايجك وعاد نهضر معاك بلا حوايجك اسمعني انا عندنا واحد السيستم السيستم اللي عندنا ملي كيجي ميساج دخل دخل بعد الراديو دخل الفريكونس رقم 5 سيكونس فاصل ماي وي وي الاسلام كثير اوكي غادي تجي معايا خصك تاخذ عندك فلوس باش تاخذها ياك شحال 500 ولا 1000 ولا ماشي عندي خصني عندي اوكي اجي معايا كان غادي يخرج برا الكراج اجيو معايا اجي معايا اجي معايا شرمة شوف شي حد يمشي للتربيف سمعتيني غادي تمشي غادخل الكراج ملي غادخل الكراج غادي تلقى صبر بلاتي مازال ما ساليش هضرتي غادي تدخل غادي تلقى دي زومبيلونس يعطيك واحدة بيضاء وحدة كل وحدة في لون انت تاخذ لومبيلونس الحمراء سير وخذ لومبيلونس الحمراء لا لا ماشي انا لا انا لا انا لا انا لا انا لا انا لا انا شحال رقم لاكارت ديالك الرقم لاكارت ديالك شحال نعطيك رقم لاكارت 25
ديال السير. اوكي سي جوست. ودي انا راه هاد الرئاسه هادي والله ما عرفتش، راه هاد السبيطار هذا ما كنضاش نلقى شي واحد غادي يجري احسن مني انايا. اوكي خرجوا. اوكي اوكي صافي صافي، ولا ما تخرج عليا الجريده. المهم راه تخرج، انا تخرج غادي تلقاها هنايا في هاد البليصه هادي. خرجها خرجها وشوف خرجها. اوكي صافي حبس شتيها. اوكي سمعني السيستم لي زوردينونس هنا في الباركينغ ما خصهمش يكونوا نهائيا، فهمتي؟ هاد البلاصه هادي كامله ما كيكونوا حتى شي حتى شي اومبيرونس. الاومبيرونس اللي كتخرجك تعاود تدخلها ياك. صبر 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 صبر، خليني سالي انا هضرتي، فهمتي؟ تان سالي هضرتي، عندك شي سؤال ديك الساعه قول لي شنو بغيت تسول. لي زومبيلونس هنايا برا ما كيكونوش، فهمتي؟ انت غتشوف دابا عمر سقراط شنو غايدير. انت كيدخل لومبيلونس كيدخل على الكراج. صافي هذا اولا. ثانيا ملي كتجيك شي ابيل ولا شي ميساج ولا عندك اي حاله لابد ما ديكلاريها في الراديو. صافي الحالات اللي كيجيوك كتناوبوا عليهم، بحال مثلا المرة الأولى كيمشي عمر سقراط، المرة الثانية كتمشي أنت، المرة الثالثة كيمشي الآخر، المرة الرابعة كيمشي الآخر، فهمتي؟ صافي. وأي حالة كتعتقها ولا كتعالجها ولا كتداويها ولا سميها كيما بغيتي، كيكون عندك واحد البريم من الدولة كيعطوك 100 درهم على كل حالة. صافي. جي داكشي علاش حنا دايرين القضية ديال الناس كيتناوبوا، لأن سينو يقدر يمشي واحد فهمتي ويعز عليه الفلوس ويبقى يجمع في الفلوس. أوكي. تفهمنا القضيه ديال الدواء. اجي معايا انا نوريك الدواء. المهم هنا عندك شي سؤال على هاد البلاصه هادي؟ انا واقيلا ديجا عندي الدواء، داكشي علاش كنت نشري من الفارماسي. انا واقيلا ديجا عندي الكلام. اخا اسمعني اسمعني يا ودي اسمعني، الله يهديك. جاب الله انا ما بقاش خدام في السبيطار، انا ما بقيتش خدام هنا في السبيطار، كون اهلكت والديك عصا. لا حاشا عندك شي سؤال هنا على هاد البليصه ولا والو؟ لا لا والو والو. واخا اجي معايا للفوق دابا ونوريك بلاصه الدواء ونوريك المسائل كامل. اجي معنا السي عمر. اوكي تفضلوا معنا يا اخوان. هنا كاين واحد الباب سري شتيه؟ هاد الباب هذا كيخرجك للباركينغ اللي كاين اللور. فهمتي؟ هاد التخربيق ديال هاد الدواور والسنسورات اللي كاينين ما تستعملهمش كاع نهائيا. المهم انا ما كنستعملهمش، بغيت تستعملهم انت استعملهم. ايوا انت تشوف وليدي. الدواء كتاخدو من هنا. قال لي حاجة وحدة، هي إلا طاح شي واحد كيفاش إلا طاح شي واحد بعدا راني شرحت لك كيفاش. خص كل واحد أول حاجة تعطيه الوقت ديالو كامل. اسمعني اسمعني، أنا معيش عليا اللي يقطعني، حيت أنت راك كتهضر أنا ما غاديش نقطعك.
ومن يكون كنهضر ما تخطانيش. الو، اول حاجه ملي كيطيح شي واحد خاصك تعطيه الوقت ديالو كامل، ماشي غتجي غتنوضو تزرب عليه باق باق الله يعاونك، غتنوضو وتسول واش بخير وعلى خير، واش خصو يمشي للسبيطار ولا يجي للسبيطار، خصك تشوف الحاله ديالو، دير ليه الراديو، دير ليه التحديدات، دير ليه السيرو والعمليات، انت ماشي من حقك انك ديرو لانك مازال غير اومبيلونسي صافي. هذا من ناحيه. من الناحيه الثانيه، ملي كيطيح هاد السيد هذا راه عندك في لابليكاسيون ديالك تما كاين عندك هذيك اف 6 فهمتيني، راه تما كاين عندك كيفاش غدير. منين السيد كيكون طايح نيت مغيب راه كتمشي الاولى، ملي كيكون غير شي شويه ضر يدي رجليه هذه شي حاجه خفيفه، الثانيه ملي كيكون قصح اكثر من القياس وما مغيبش، الثالثه راك عارف. صافي صافي، هادشي علاش كنقول لك باش ما تقطعنيش، باش ما تقطعنيش حيت راه خليتيني الهضره نقول لك كلشي وما فهمتي، ما تحتاج كاع تعطي شي سؤال وتعلم واحد القضيه ياك هادي دايره كيما قال اي واحد كيكون عزيز عليا كنقولها ليه، دايره في حياتك كامله باش الناس يسمعوك، خاصك تعلم تسمع، هادي عقلها ليها، هادي دايره في حياتك كامله باش بغيتي الاخر انه يسمعك خاصك تسمعو نتايا، الا ما سمعتيش راه ما غاديش يخليك. تفهمنا؟ سير الله يعاونك. اي شكوى جاتني من اي طبيب كيما بغيت النوع ديالها راه ما كنفكر جوج مرات كيف كيف ما دخل كيف ما كيخرج. صافي يلا تبارك الله عليك، ما تبقاش عيطي لا شاف لا والو، عيطي يا الباشا. صافي الباشا، تبارك الله عليك اسيدي. سي عمر راك ما كتبان ليش نتايا، انا ما عرفتش علاش ياك اولي انا ما كتبان ليش كنهضر لك انا على الكونترا. لا لا غير هبط في التالي لانه اللي كاين شي مره غنقدر نقول لك انا شكون هو. ما اوكي دونك انت عندك شي اشكال فيه؟ ما عرفت يقدر يكون شي اشكال، ولكن واخا قول لي كتعرف هذيك لابليكاسيون سميتها ستيم؟ اها هي هذيك سقراط. اوكي سقراط عندك فيها؟ سقراط هنا، سقراط هي سقراط فيها، هي سقراط كل شيء سقراط. امبوسيبل، خلينا نشوف واش داكشي علاش قلت لك سيتي ليا لانه ما تعرفش تكون. ما عرفتش انا انفوت كندير شي حاجه مغلقه، تقدر تكون عامر او ما ادريسي وكاع. لا بقيت عاقل عليه هيا هيا هلا جينا رسم عشان انا كنسمع القرطاس راه تخلع وليدي. وسمعتي انت سمعتي شي قرطاس؟ لا 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 لتحت لتحت برا كاع في الزنقه كيتسمع، راه داكشي علاش مشى سوق راه مشى كيجري. ما كاين والو؟ صغرى سمعتي هذا القرطاس؟ وي ولكن ملي هبطت دويت مع السيد اللي مع اسرف قال لي لا راه ما ضرب لك الشيء. يلا نمشيو نشوفو السميه. يلا جوات السميه ديالك. غير هي سقراط. وي ما نصحكش هذا الثقه ديالك ديال هذه، خليتها غدا ان شاء الله. علاش؟ هاد نورمالمون دابا راه ما كاين حتى شي طبيب، راه كاين غير انايا. كيفاش؟ حد ريسبسيون. ملي ما تكونش خدمة راك تقدر تبقى هنا، تقدر دير لي بغيتي يضربك شي طيبة، فهمتي راك عارف. أطباء كتسمعوني؟ وي عليكم. واحد فيكم يكون دابا إلا كان ممكن بخير. سير معاه، سير معاه، سير معاه. سقراط بلاش يمشي معاك السيد أسامة باش توري خدمة. أجاوني.
عمري ما شفت. انا كان انا كنعرف هاد البوليس هما اللي كيهزو، انا الشيء اللي نعرف البوليس هما اللي كيهزو بنادم. مالو؟ لا حول ولا قوة الا بالله. أسامة يلا راه غنمشي. واخا بلاتي ندير لك بعدا واحد الباندا خفيفة بلاتي بلاتي وغادي نشوف واش كاين. لا ما شتاش ما شتاش. أنا غندير لك نسى الحصمة هادي، غندير لك واحد السيرو بالزربة باش نرجع لك بعدا شوية لي فورس ديالك. واخا جي عندي حاجة عندي أنا السي كريم. شوف واش عندك بعدا هاد السيرو هذا، رجع لك غير شويه ديال انرجي فوالا. اوكي دابا تسمح لي باش نبدل الحوايج ونجي، لان ما يمكنليش نكمل معاك بهاد الحوايج. شوف بالنسبة أنا في السبيطار يعني بلا ما تبرزطوش، بقاو غادي جايين معايا غير وقفوا على خاطركم. أنا كتبان لي تروكي وي ران حيت أنا في السبيطار راني غير ما بين البيرو الفوق وما بين هنا باش نبدل حوايجي وما بين راك عارف. أوكي نتوما تعرف صافي صافي. وأنا جاي عندك واحد دقيقة. اشرب هاد دفعه ولدي شي شي دفعه خفيفه حيد ليها الطربوش راه فيها الكولا. هادي الدفعه على ناس والله وعليك صبن صبن. كتغيز ليا اوكي سيدي كريم. انا غنوضك انا غنوضك دابا نيت. اوكي عندي لك ورد واحد الابره خفيفه حتى هي مزيانه هاد نفاك. اصبر اولي اصبر 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 هاد نفاك هادي اوليدي. كتسمح لي ندير لك عاوتاني واحد الراديو خفيف واش عندك شي هرسه ولا شي حاجه؟ لا ولكن هو اللي جابو ما عرفتش واش من العائله ديالو ولا شنو. واخا قول لي يا سيدي، عندنا هنا واحد الاجراءات في السبيطار ما يمكنش شي واحد يدخل هنا من غير الا كان من العائله ديالو. يصبر معنا سيدي وصافي. الله يبارك فيك. ها هو بالزربه هو كيديروها كيديروا خدمتهم كيديروا خدمتهم هذوك الناس. واخا سي كريم الحمد لله ما عندك لا هرس لا والو. هيا غنقصع فرجيلاتك وصافي وليد راه زرقا شي شويه. بالنسبه اللي تقدر دير دير واحد البونداج فيه الكول ياك باش يحاول يحيد لك شويه داك النفاخ وداك الزروقيه. و امبورطون في الدار ملي تجي شي شي فوطا ياك بارد بكلاصيا وفوطا دالما سخون، دير شويه هذه على هاد اليد وحيدها
وعاود دير الاخرى عاوتاني واحد 30 سكوند 30 سكوند باش تبدل بيناتهم فهمتي، باش لي ميسكل عارف كيتجمعوا وتلقوا يجمعوا وتلقوا باش تخدم لك يديك مزيان تقدر تبدا الخدمه ديالك ماشي اي اشكال. صافي سيدي كريم كاين كاين الخير. هاك سيدي مرحبا sono diventato presidente dello stato. نعم سيدي كريم نعم تفضل سيدي ياك سيدي قول لي تفضل. لا ماشي مشكلة غير قولها ما يسمعنا حتى واحد. ماشي اجي من بعد شي شوية اجي معليش. واحد دقيقة واخا قولي السي كريم السي عمر تسمح لي واحد الهضرة شوية سرية للغاية قولي يا سيدي. هي كسبك المهم جا تشكر لي دار دبور انه في دور على رئيس الموضوع ديالنا. نعم الموضوع الثاني شنو هو قال لي في الباشا هو مرشح حاليا كيمشيو معاه من تما اختار وكيمشيو معنا لدار الدور وحاليا هو كمرشح زعما كمرشح كيمشيو معاه لدار الدور وي شوف لنا القضية اللي عندها اعتبار ولا ننصح ولا المواطنين ما فيش كيما لدار الدور مثلا مرشح يعني حاليا كيمشيو معاه يعني راه الشيخ ديال الخوار من دابا الشيخ ديال الخوار قال لنا مرة لا سي كريم انت شوف راه تلقاني واحد السيد في كوميسارية ياك وقال لي نفس الهضره قال لي ماشي معقول انت يا ماشي رئيس وريغارد كور وي راني عارفه ولكن كتعرفني سي كريم انا راه جوابي على لساني والله انا كيمشيو معاك لي كارت غور من دابا ومازال ما تختاريش ما والو يعني راه هادشي فيه خواض من دابا فهمتي هما كيديوها على هاد النظرية. لا ايوا ربما هما غيفكروا بنادم الناحية هادي ومن حقهم ولكن انا نقول لك شنو كاين بالضبط. بما انه كاين مرشح وحيد الرئاسة هاد الساعة هادي لا راه كاين واحد خونا تا هو حتى الكوميسارية اييه مرشح الرئاسة اييه هذاك نورمالمون مازال الملف ديالو ماشي رسمي ياك تفق معايا الملف الرسمي الوحيد اللي دافعينه هو ديالي انا يا الرئاسه ياك دونك بالضبط شنو واقع سيدي ملي كيكون عندك مرشح وحيد الرئاسه ياك لابد ما يكونوا الحارس معاه هذا هو مرشح لانه كون كانوا جوج المرشحين حتى هذوك جوج مرشحين داني السيد الاخر غيكونوا مع الحارس اذا كانوا ثلاثه المرشحين غيكونوا مع الحارس ملي كانوا صور 4 5 6 ديك الساعه كل واحد يوم بحر ما كيكون لا حارس لا والو ولكن إذا انطلق يقدر يكون قانوني وقيل هذاك اللي جابك بالنسبة للقضية ديال القوانين ياك هذا عاد خدمته طبيب لان عندي خصاص في الاطباء وهذا اخر واحد كان يمكن لي نخدمه طبيب هي اللي راني عارف راني حاطه تشمعينيه فهمتي ولكن راك عارف انا معايا اي واحد كيدخل كيترودا
انت انا راه خايف شنو قد بشغلي في هذا الامور هذا باش باش نرجعوا للموضوع السي كريم. كو كانوا شي مرشحين اخرين انا متاكد بانهم غيمشيو معاهم الحرس. الاشكال اللي كاين هو ما كاينينش شي مرشحين واحد اخرين، هذا هو المشكل بالضبط اللي كاين. وبالنسبه للقضيه الحرس يقدروا يكونوا معايا ولا ما يقدروش يكونوا معايا، هذا امر عادي لان قلت لك مرشح واحد، لان يعني فحال قلتي هو الرئيس اللي غادي يكون، يعني ملي كيكون مرشح واحد راه هو الرئيس، يعني هادشي هذا ما فيه شك. ملي كيكون هذا المرشح الوحيد فانت كدوله ولا المؤسسات العموميه بامكانهم انهم يعطيو حرس باش يراقبوه ويحافظوا عليه. فوالا وهادشي اللي كان واقع بالضبط، لان السيد الاخر اللي سميتو ابراهيم الشوكي كنا كنسمعوا هضره بانه يترشح ولكن ما كانش الملف ديالو واجد، وهو حتى لحد الان هاد القضيه راه قالها لي داك وزير الماليه الله يرحمه قال لي قال لك واش عمرك شي كارت بور كيترشح للرئاسه. انا ما بالك انا ما كنفهمش حتى انا ما كنبغيش ندخل في هاد المواضيع هذه، انا اللي كنعرف بانه كنحاول غير نفهم وصافي ما كن إيه لا غير هو الجواب هو هذا، بما انه كاين مرشح واحد رسمي اللي هو انا دابا، راه ما كاينش مرشح ثاني. يعني كان رسميا، يعني رسميا خلينا من الناس اللي بغاو يترشحوا. كاين الفرق ما بين باغين وباغين وما بين مرشحين، يعني انا عندي حزب ديالي، عندي الرخصه ديالي، عندي جميع المسائل ديالي اون ريغل. دونك انا هو المرشح الوحيد، اذا هما تقبلوا لهم الملفات ديالهم يا مرحبا الحرس راه يمشيو معاهم. ما تقبلوا لهمش الملفات ديالهم راه بطبيعه الحال الحرس راهم معي. طبعا اي اي بطبيعه الحال الناس ديال الرباط. وحتى القضيه ديال لي كارت كره السي كريم اللي حاضرين معايا هنايا، وبيني وبينك انت راه كتعرف هاد الامور هادي كثار مني، انا راه من هاد الناس اللي ماليش عليهم هاد قوه البروتوكولات. ولكن اوامر صارمه جايه من الفوق جهات عليا هي اللي قالت لك هاد الناس هادو خصهم يبقاو معاك. انا شو دابا والله العظيم وما تسالني حلف، انا دابا من البلوك شي فاش مشيت خرجت عندك قلت لك نمشي نبدل حوايجي ياك، مشيت للبيستير تابعني قلت لهم اودي علاه ما تبعوني راه نمشي غير للبيستير غادي نبدل حوايجي لا والو. قال لك البروتوكولات ديالنا هما هادو القوانين هما هادو ما نقدروش نخليوك حتى ثانيه واحده ديال هادشي. دونك كما قلت لك هذا داكشي جاي من الفوق، وزائد انا اللي مرشح الواحد. انا شي غير شي ما يعنيش بانني راني انا اللي غنشدها، انا كيما قلت لك نورمالمون بحال دابا بغينا ندونوا وياك راه تبقى بوحدك وتدوز. اي دابا انا وياك راه حنا بوحدنا، ولكن اذا كنت برا هاد البلاصه هادي الا بغى شي واحد يدوي معايا لابد ما يتقلب، يعني على السلامه ديالي. فهمت ضروري صافي لك لا ثم خايف هذا يبقى واقفين. لا 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 نعم الامور هذه لا ما كايناش، انا سينا غادي حتى الحريه ديالك باش تهضر معايا بعض الله ما توليش عندك. هادشي هذا ما يمكنش. وي فوالا راك عارف انا ماشي الحاله هذا ما كان السي كريم. وي المشكل الوحيد كما قلت لك هو المرشحين ما كاينينش صافي هذا ما كان. يا لا سي كريم تبارك الله عليك سيدي كريم. مرحبا سيدي مرحبا تبارك الله عليك سيدي. سقراط فين انت؟ انا انقصنا باشا انا غادي لهاد الحاله. اوكي سير سي باشا. نعم سيدي يمكن ندير لك شي اجاب ولا شي طريقه اللي زعما شي طريقه بانت لك لا انا ما نكذبش عليك، انا بحال هكا بالخدمه ديالكم هكا كما هي كتبقاو فيا نتوما. انا نقول لك علاش خاصك تفهم واحد الحاجه السي باشا، حنا هكا هادي يخدم تقريبا تعرف هي هي لا ربما تقدر تكون الخدمه ديالكم، ولكن ملي يكون شي واحد اللي رئيس فعلا يسهل هاد البروتوكولات. دابا انا غير كمرشح يعني ما ساهلش هاد القضيه ديال البروتوكولات كامله، هذه هي النقطة الأولى اللي بغيت نشير لها. النقطة الثانية هي أنني ملي نكون أنا شي بلاصة اللي مسدودة بحال هكا مثلا في السبيطار ولا هذي، يعني ما يحتاجش أنني إذا كنت غنطلع للبيرو واخا يقدر يجي شي واحد معايا يطلع للبيرو عارف ربما حيت كاين واحد الباب تما اللور يقدر يدخل شي واحد ويهددنا وهذي. ولكن إذا كنت أنا غير هنا بحال مثلا من البلوك ديال العمليات غنمشي نبدل حوايجي غنجي لهاد البلاصة هذي ما يحتاجش، تقدروا تريحوا وتذاكروا مع راسكم
هضروا على شي ماتش ديال الكره عاد شفتوه عاودوا شي ركزه فوالا فوالا تا عليكم نتوما تا وين نتوما بيناتكم هضروا فهمتي ماشي مشكل ما تبقاوش دايرين كل الاصنام هنايا خذوا راحتكم. باش حنا راه خدمتنا هي انا ما يمكنليش دابا نقول لك الطريقه ديال الخدمه ديالي لانني انا ما كنعتبرش راسي رئيس السابع تبع راسي مرشح مين كون رئيس ديك الساعه غادي نعطيكم الطريقه للعمل اللي تكون شويه مختلفه. وي لا 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 ابدا ابدا راه خذوا راحتكم خذوا راحتكم صافي ما تخجروش بزاف على الناس اللي كيبغيو يهضروا معايا. راك عارف عندي واحد السواق هنا في المدينه اللي كيجي خصو يهضر مع الباشا ويتحتس مع الباشا ويضحك مع الباشا هذا هو الاشكال اللي كاين. انا راه حنا راه نديرو خدمتنا والسلامه ديال الكراي اللي كتعملنا اولا وقبل كل شيء. يا راني عارف اسيدي غادي نسالكم بوجور ديالكم على ود الخدمه ما عندي ما نقول لكم في هذه الامور هذه. لا خذوا راحتكم تبارك الله عليكم اسيدي. قول يا سي سقراط اجي معايا. اسي عمر قول لي يا سيدي انا راه ديما كندير بك السباب باش نمشي نسلس واحد الدقيقه ونجي عندك. عندهم بروتوكولات وهادي خصهم يحترموا. بحال اش غاليس زعما اليز نتو دايرين واخا بلاتي انا غادي نشرح لك كلشي راه مبقيتش كنسمعك عطيني غير دقيقه ما كاملاش وانا معاك دقيقه. اسم الشرطة الشطرون في كتمان. خويا ليكوت اجي معاك في الكوميساري روحي سيد طاح على السكر صافي. داكور أسامة راك هنا. أنا في واحد خويا في العربية بعد بزاف بزاف واحد خلا خطيرة أنا غنشوف معاه. على سدوا مرة أنا معك. أنا جيب. محبوس. سي أنيس.
بس خاط 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 واجب ما خدت تصل على شيء اوكي انا سمعت جاتني واحد الحالة خصني نمشي بس ما كده كده ممكن ياسي دليل شكرا معي دليل ما يطلع لك سي الباشا راك الفوق وي انا مشيت لهاد سي الباشا وخاصو لا انا ما كاينش انا عندي واحد الحاله غادي لها خاصو خاصو وي خاصك تمشي ندير الثقه على الخدمه ديال الحوت لا لا ماشي ضروري لا صار ما تقدرش تكون في الحوت لا ديجا كنت خدامه غايا وي ولا كرا ما تقدرش تكون داك صافي مزيان صافي كبير قاعدك عند كل شيء بقى عند كل شيء دابا راه خدمه جديده عندك ما بقاتش عندك خدمات بحوث كنت مسحب وحده الله 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 ما تمشيش بلاص وغير انا يا السلام عليكم عيطتوا لينا سيدنا اي مرحبا سيدي قول لي اش حب الخاطر اي والله الله صحاب لي انا شي حاله عندي جاي كنشري وجاي معايا السيد مسخسخنا يعلم جيني انا بون ياك سيدي مرحبا مرحبا سيدي صافي والله الا طياش يمني بخلع جاي وجاي معايا الماتيريال الله يحفظك صافي صديقي سيدي نعم اسمك الله نعم سيدي موت شو الله قولي السعادي ما كاينش والله ما عرفش حيت عندي شي امور كتخص الانتخابات الرئاسيه جو بونس الشغل دابا ماشي مشكل دابا تحصل هادي راه الخوات ديالي مرحبا سيدي تشرفي قول لي مرحبا بكم الله يبارك فيك وقتاش غتبدا السواري ان شاء الله ما جنا شي 3 دقيقه كاع
اوكي مرحبا، صافي عليه الوقت نبدل حويجاتي ونهي هاد المسائل. تبارك الله عليك سيدي، شكرا. تم ان شاء الله، سمحوا لينا. تبارك الله عليك سيدي، الله يحفظك يا حبيبي، شكرا. نعم زيدني. اي راني عارف. اي الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم. هو لا لا يحشمنا، لا لا يحشمنا، يكون خير. وانا ان شاء الله لا تما ما تخافش وليدي، تما ما كاين غير المصاص ديك الساعه. السي الباشا ما كايناش بيبو برا. لا لا الله يبارك فيك. اودي راني خايف منه انا، يكون خير ان شاء الله، يكون خير وصافي. اللهم امين، اللهم امين. يا الله سيدنا، يلا نشوفوا ان شاء الله. تبارك الله عليكم، نهاركم مبروك. نطلعوا من هنا خلاك. دابا انا فيا واحد الفيز شويه خايب، ان نكون كيف ما في اي بلاصه كنت اللي كتجيني الخدمه ما كنعقل على والو. سنين نقضي الخدمه ديالي هي الاولى. اللهم امين. غير بعض المرات كنكون في صواريات. لا لا نمشيو للسبيطار نبدلو، راه نحيد بعد الخدمه ديال الطبيب ويكون خير. اوكي انا داخل السبيطار. قول لي في الخدمه ديالكم كان عندكم دي بريم، كان عندكم الحمد لله الدوله ما خصنا حتى شي حاجه. لا من غير لا زعما هاد القضية ديال الخلاص، كان عندكم دي بريم على الخدمة ديالكم؟ وي وي على حسب الرئيس اللي كان سابق، يعني إلا زعما شاف العمل ديالنا مدخول وكان المسائل مضبوطة، يعني السرعة الأداء ديالنا، فبطبيعة الحال كيجيونا بريم. إيوا مزيان أسيدي. دابا كاين بزاف الناس كيتشكاو من واحد القضية، وهي قال لك لي غارد كور ما خصهمش يكونوا معاك، وهادشي هذا مخدوم وكاين التزوير، هادشي الا كانوا معاك لي غارد كور بانك انت اللي غدوز. والله العظيم انا وي 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 تقريبا انا راه عندي نفس الفكره، ما عنديش شي فرق. انا اش كنقول لهم؟ كنقول لهم بما انه كاين مرشح واحد، راك سمعتي الهضره اللي قلت قبيله، فلا بد توفر ليه الدوله الامن ديالو. الا كان اكثر من واحد راه توفر لهم الدوله الامن ديالهم. هذا ما كان وي ولا الحسابات قاسوا هادو، ربما الدوله تبقى بلا رئيس بلا والو، لان ما كاين الحس كامل يعني غير يتضرر، وكاين الناس برا غير تضرر. اللهم تعاجل الموضوع قبل ما يوقع اي حاجه. وي ولا سقراط راك الداخل. اه وي انت هنا.
اجي عندي اولدي دير لي دير لي واحد الفاصمه الرجليه راه تعوجات ليا راه ضاراني. اجي عندي اجي عندي الداخل اجي عندي الداخل واحد فكرنا كي كيديرو كيديرو يتمغطو كيفاش كيديرو يتمغطو فكرني شوف لي شوف لي ذكر جيدة شوف شويه وكنزيد طلع شويه الباندا شويه الفوق زيد مازال 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 شدش مزيان اياه تم 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 لا صافي فرماسيان انا تبقى تزيد فيا لا لا في الحمد لله كلشي مزيان مزيان السي عمر قلت لك اللي زدنا اليوم في الطبيب زدنا واحد هو هذا مسخوط الوالدين هذا وانا نقدر نزيد واحد ثلاثة اخرين انا عجبك في الباس هذا ما عجبنيش انت ما عجبنيش من الاول هذا عجبني في خدمتك تبدل ودير الحياة بويضة وصابغ غازة ما كبير تحاول هذا خير نزل شوف فضيحة هذه صف رأت انا كان عجبني غنشوفو دوك الناس واش واش داخلين واش طالع ليا في السيستم باش نزيدهم ونشوف عاوتاني المشكله ديالك نتايا نشوفو الله زيد زيد ولكن انا قلت لك ما نصحكش هاد الليله هادي باش تمشي بحال فهمتي خليني لا راح تقدر تصدق لا تيتي لا حب الملوك لا 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 اشرف ويسر قد شي المشكل ديالك لا لا مازال ياك زيد تبت عند سي ابراهيم وعليكم السلام بوزو تاهو عندنا نفس المشكل خويا والله ولدي لا بقيتي فيا بالله لا لا ماشي مشكل ماشي راني كندير فيها والقلب ديالي كيتقطع لا عارف اللي كاين السي باش نشكرك باش نشوف باش نشوف باش نشوف شاد الناس كاينين ما كاينينش اوليدي راه ما عندي كي ندير خصني نردك اوليدي ما عندي كي ندير لك راه تبقى فيا هو غتبقى فيا اش غنقول لك لا ودي المشكل عندي انا وانت عندك مشكل ولا ما عندكش شغلك هذاك انا المشكل ديالي انا ماشي ديالك الله يحفظك اخويا غوز الله يلا بخير الحمد لله اش كتعاود انت كلشي بخير هو هذاك حنا جينا في الروينه هنايا مع الرئاسه انتخابات وهذه مازال ما زعما تلقونا حنا كنسيناهم نورمال نورمال قدرنا نولي رئيس واش هاد الليله واش غدا والله ما عرفتش حنا كنشوفو هاد الفضيحه هادي
هات شوف جورين دراغو طوني يحيى وسن انيس وصفي نسيم ميكور رايدر حاتم تيمو سيتي جيك حمزة ماد عزياء توكسيك ايوبي تركزانا دوتانوس مومي اركاتمي ريبوغ جوست ريلاكس ايزو فيب ويز دي بوي وهذا هذا تشوف حبيبي بغيو يديرونا رايس ايوا لا كنقول لك انا هادو السميات عندي في السيستم السميه ديالك انا ما كاينش لا انا راه غنكون مع الناس الثانيين اي او بالنسبه لاشرف شنو السميه ديالك علاش اخي بوز مازال ما سالوش ولا انت بيناتنا والله ما باغي هاد التوالية وصافي تجي معايا هذا هي هذه هي المشكلة أنا تجي معايا كون مكانش تجي معايا علاش نعيط بهذا التوكسيك في الحوايج ولاش فين هو أشرف فين هو أشرف راهو ما خرجش ما دخل سير سير سرعت له أسامة سرعت له قبل يدخل الخارج هذا زيد بدل الحوايج كان مسخوط الوالد يزيد زيد يا ودي واخا زعما ما كنقدرش نوز من هنا يا ودي راه كاز بقى فيا انا نبدا داك الخلاص اللي كيجيك نبدا نطير كان نجي بيه انا عاد نفع نخدمو كيفرم ليا انا اجي عنديش هاك لوالديك هاك اجي شوف ها بلاص بلاصك اش قد المشكلة هاي هنا هادي هي بلاصك فهاد البلايص هادي باش فوتاش انا ما نخرج لا من امبيلونس حتى شي حاجة هادي هي بلاصتك هادي هي بلاصتك صافي صافي واخا خرج دور مع راسك تسارى من شكون القضية فهمتي ترونكيل صافي واخا من تبدا المشكل ديالك على من هذيك الساعة ويكون خير واخا ان شاء الله يلاه خير سقراط صافي انت مشيت لا خويا كوزما ما كذبش عليك ماشي على القضية ديال معقول وهادي فيها ستريس بزاف كثر من القياس نعم ما لقيتيهاش لا سقراط بالزبن يبقى معنا ما عندوش شي حل صافي مزيان انا عارف سقراط دابا شنو باغي ايه ما داكشي اللي مسلك خاص يبقى هنا حتى بحال هكا دابا سقراط سقراط هنينا هنينا اخويا دار غير خرج صافي هذا تولس انت وياه تنشوف القضية الرئاسة كاع تخرج الا خرجت هي وجهها حنا هنايا ما خرجتش مقادة ديك الساعة راه نطيرك داكشي تحية رضا ريال الطبقة الشبابية لا داوزن دار واحد بيرسوناج ما عرفتش واش واش يلعب به هو النيش ولا لا بوم دار بابلو اسكوبار واش يلعب واش يلعب بابلو اسكوبار الله يعلم ولكن الجديد اللي كيفهم دينا على حسب ما فهمتش اي سي سعيد انا الرسول يعني ولكن حتى سقراط هي كاين بلاصه علاش احنا فكرت في واحد انا شربوي سي باش اش بان لك ما سمعتوش كنت مغيب اسمعوا لي شكرا
سير الله يعاونكم سير. ادوليسونس في الدرواز هو شي سؤال عطينا في شي امتحان وي نو سنة باش تطلع باش تطلع اختصاص او جميع الناس الاختصاص خصهم يتكيسوا عشان الناس اللي ما سؤال خفيف ظريف انا عاد كنت دايرني دابا الكونكور ديال الاطباء ما دخلتش معايا يعني في التفاصيل بزاف داكشي خفيف ظريف ما عرفتش البيرسوناج الجديد ديالو شنو واش يلعب بيه بابا اسكوبار قلت لك الجديد اللي كاين في المدينه سمحوا لي وهي انه الاخر ربما تسلق السلاح في المدينه ديجا داو يجو عندي شي كان دومي بالقرطاس مدعي العام ايوا هو هذاك المشكل هذاك المشكل داك ماشي مشكل نصبر الدوز انا دخلتي مع الدومين ديالو غادي يبدا لك سؤال جواب هاي يبدا لك سؤال جواب ما فيهاش شك انا جا عندي واحد السيد وهو يخدم محامي وقلت عليه اللي راه مشى عند سر رئيس صديق مشى عطيني البيرو ديالي شنو خدمت فيه محامي قلت له ودي شوف اولادي اذا كنتي قاري محامي سير الله يعاونك ما كنتيش قاري محامي ما عرفتيش عند الدوز لانه غادي يمهلك هذاك شي سؤال اللي شويه خاص على هادي وي انا شتاك تشد لاكيس سوبر مارشي لا لا شي واحد فين هي هاد لاكيس اجي وريني اجي وريني هاد لاكيس فين هي لاكيس فين هي فين هي هاد لاكيس شي واحد انا نشوف حاجه واش تسمعتي دخلناك بالله دابا هاد البلايصه هادي كيسميها لاكيس اش غندير مع هذا واش هاد شرح لي هذا راه بدا معاك واحد ما مدرك معايا مشيت ما بين في بريوت ولا بين هذا راه لا امل ملي سمى هذه لاكيس صلاش عند بي نمشي غير الحيت عندو ليسونس في الدوام انت باش تعقل على سميتها راهي اعلى حاجه وي 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 غوزما ريسبسيون ريسبسيون الاستقبال نحاولو نعربو شويه عزيزنا العربيه لا فرونسي زعما حيت شنو قاري انت الفرونسي ولا وليت اشويه باش نبدا في كل درجه العربيه عرب مزيان نعم العربيه سي عرفت العربيه سي لا فرونسي صافي جميل سي صافي راك عارف نيت نعمه فكازو والنار الزيني بانا مصباحو اوكي الاخوان راه كاين واحد الصواريه هذا بغيت نجبدلوها باش يكون كاملين سيفيد وتمشيو حدا تنساش ما جانا لا ما جانا لا انوف لا ما تنساش تباني ويزبوت وستيم هاوس كومون بروت من اللي ضربوا عندنا اون دي بوت خاصني بانيهم انا ما عرفت اش اخي بوي اوكي سير سير واش هادو خاصني بانيهم مال بوي ولا لا عشان غير كيصيفطوا ليا دير هادي دير هادي دير هادي لا اوكي 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 انا شويه نتقطع الستريم ونشوف معاهم اوكي ولا تدخل الديسكورد اشرح لي يا اخي بوي اوكي خويا واش بالك سيدي نعم سي باش نمشيو نسهروا شويه ولا انا ما سيتش فون في ما بغيتش تمشي خلاص قاصف ايوا لا حول ولا قوه الا بالله انا ما كان سي باش ها هو هذا السيد ما بغاش يتفك معايا فما مشيت لاصق فيه
هزتي ليش انت وليدي يا راه كارت كورد ديالك هذا السي باش اي راني عارف انت غادي تصيد لابس ديك اللبسه ولا فين غادي لا لا غادي نمشي انا وصطراطك ديال واه قبيله قلتي غادي تشبد لها تعاود لنا واش المره الثالثه ولا تمشي معايا تمشي معايا امرين في البيت ما كاين داكشي في البهامات ولا لا كاين الفوق في الجبل الجبل كاع وي 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 ما نمشي نبدل الخياط راني عارف سير الله سير انا عارف اخي بوزمان ولا الرئيس خلي الله صافي خلاك هنا دابا المشكل اللي عندي انا في الربي ديالي شنو هو هذا المشكل كنعتبرو بزاف الناس كيقول لك زعما راه قضيه ناضيه عندك في الربي ولكن عندي مشكل هو جوابي على لساني فهمتي اذا كنتي عندي باق كنعطيك كتسكت لا بغير قضية عشاق بالله انت عارفين بوفق قضية عشاق بالله جوابي على لساني هو الاشكال ديالي اوكي سيدي انا نبدل الحوايج ونتحرك ان شاء الله باش ندير ليسونس ولا كان ممكن اي 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 باش الناس حوايجهم سير دير ليسونس ومشيو عندهم المحل الحوايج تمشيو مجموعين من بعد مرات كيبانو شي اخطاء انا ما فكرتش قبل نزيدو سيرتو في داك بوست وي لا غير اريا خير بوي انا نقول لك دابا الطبيعه ديال الخدمه ديالي ياك في الريال ياك في الريال تيرتبدلنا نمره التليفون ان شاء الله غتشوف شحال البروفيل ديالي وهادي سير الله انا ما حد يلفوش هو ماشي كان ضمير هذاك لحد السبيطار هذا اللي قريب هنايا راه واحد هذا كيكون اسمه وي وي البوي كما الطبيعه العامه ديالي انا كندير بزاف ندير ما كان والله ما كنبغي نفوع هادي ولكن غير جات الظروف وصافي غادي نقولها لكم وصافي انا كندير مؤتمر بزاف وي وي احنا في محل الحوان الحان د الحوايج فين نتوما راجل اوكي ليليكو سير ليليكو سير اوكي ما كاينش عندنا جواب واحد ديال الكارسي مشيو للعربيه باش باقي عندك السي باش ما كان ديك هو مازال عندي وي قلت لك اخي البوي غوز مار اخوان اللي كاينين خاصك دير اللي ترتاح فيه الا درتي شي حاجه ما عجبكش ما غاديش تعطي فيها 100% وانا دابا الاشكال اللي عندي هو انني في الرئاسه نعطي فيها اكثر من 100% دابا هذا هو المشكل باش نرجعوا للقضيه اللي كنقول لك انا كندير مؤتمرات بزاف ندير مؤتمرات والطبيعه ديال الخدمه ديالي انك كتلاقى مع الناس اللي كيعطوك مثلا شي سؤال مثلا انت ما راه موجود ما والو كيعطوك سؤال وخاص يكون جوابك على لسانك ماشي خاص يكون قاري المهم
شي حاجه مختصره مختصره ما فيهاش شكون خارج كيعطوك خاصك جواد يكون عندك ناضي واجد. ولكن في لاباز داكشي اللي قريتي داكشي اللي عارف يعني بعيدك جواب كان الانسان كتبوي انك كتزرب تقول شي حاجه ومن بعد كتصدق غلط فيها ولا هادي ملي ما كتكونش عارف راه كنقول انا راني ما عارفش وهادي فهمتي كتخلي الاخر حتى كان غير بي معاك كيقطع ديك الساعه فهمتي لما صافي كتعطي هذاك الجواب سك صافي ما كيبقاش فيه نقاش. القضيه ديال الرئاسه ربما تكون فيها هاد المشكل هذا. فوالا فوالا تقريبا نفس القضيه لا ولكن ما غاديش انا ما نفوهش عليك داكشي اللي قريت وداكشي اللي عارف فهمتي انا ما نفوهش عليك لا 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 هو مازال بالعكس انا نقول لك بالضبط شنو وقع دابا فاش كنت كندوز انايا الكونكور الناس اللي جا غادي السبيطار كنسولو عندك هاد الحاله هادي شنو غادير لها عندك هاد الحاله هادي شنو غادير ليها عندك كنسمعو بعدا شنو باغي يقول ما نقطعوش من بعد ملي كنسمعو كنقول ليها شنو الدواء اللي غادير ليه شنو هو هادي شنو هو هادي كيعطيني خليتها يهضر كيقول ليها شوف طيح ليه شكواري كتقول ليه مزيان 25% الجواب صحيح هنا 50% هنا 75% ولكن راك نسيتي ما زدتي هادي خاصك دير هادي وخاصك دير هادي وخاصك دير هادي فوالا 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 الولي انا كان جيتي دير هكا راه تولي تفوح على عباد الله فهمتي هو ما يوليش هذا يربي غادي تولي ديك ساتور في يربي ديك الساعة وتا واحد ما يولي يحملك بالعكس خاصك تخليها هضر حتى كيسال ملي كيكون عنده شي اغلاط كتزيد وتقول ليها انت راه كاينه هادي وكاينه هادي وكاينه هادي وكاينه هادي واخا تفضل تفضل دونك هادي هي الطريقة انا ديالي كي داير يعني والو مثلا في الرئاسة راه يعني شي واحد خليه يهضر على خاطرو ما عنديش ديك القناة ديال ايوا سيدي تبارك الله عليك الله يعاونك راه مبروك الله يعاونك السلام عليكم ماشي خاصك تعطيه مجال يعبر وهادي ويهضر حتى يسالي وعندي لي دوك الاصلاحات خفاف ها انت راه قلتي هادي مشي هاديك هادي ما تصلحش هادي تخليه يخلق شو كامل يسار معارض الله 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 السلام عليكم وعليكم السلام شنو واقع هنايا شنو واقع هنايا مال هاد السيد هذا حول ولا قوة إلا بالله العظيم هذا السيد هذا مسكين الله 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 عندك أندراسي تحس براسك شوية صافا زيد الشريط زيد الشريط لا حول ولا قوة إلا بالله مرحبا يا كبير خير بعدك تحس براسك وهادك مرحبا سيدنا مرحبا اهلا سيدي اهلا كيداير سيدي شو بخير واخا بلاش انا مازال ما ندخل عطيني واحد دقيقة عاد ندخل وي غير هو الاشكال واخا اسمع لي واحد دقيقة فك غير هو الاشكال البوي شنو هو هو ان انت امبوسيبل انك تمشي عند شي واحد وتقول له انا رخصة ديال المعارضة حزب معارض انا باغي نعارضك السياسة ديالك ماشي لا امبوسيبل من الناحية زعما تقدر لك على الديكتاتور كيفاش كيفكر فيها فوالا الديكتاتور كيفكر فيها في هاد الناحية داك نظام الحزب الواحد نظام حزب واحد هادو ماشي غير كيكون فيه يعني ما يعطيكش انت فرصة باش انك دير حزب معارض وهي زعما نورمال سي نورمال عطينا السلطة المطلقة لأن ما كانوش أحزاب ما كانوش أحزاب كانش احزاب دابا نورمال المواطن تلقوا الحزب ديالي
راه تلقاو واحد الحزب واحد اخر ماشي كنظن تلقاو واش رسميا ولا ما نزلش رسميا باش تدخل ترشح حتى انت تدخل اخويا ترشح مع راسك ماشي باش يكثروا المرشحين نديروا ديك مناظره لانه شي حاجه في الثقافه ديالو يحطها ويتناظروا هادي ولا ما كان. يلا سيدي انا موجود. يلا سيدي تفضل. شكرا على سيدي. شكرا على سيدي. الله يبارك فيك. شكون انت يا سيدي؟ ما فهمت والو انا بالي بحال شي صنم ولا شي حاجه ولا والو. الله يبارك فيك. شكرا سيدي. عرفتي انا غتسمح لي واحد الدقيقه ياك عندي شي مشاهد وانا معك واخا تفضل راسي كريم. واحد الدقيقه انا معك واحد الدقيقه انا هنايا. سيخي البوي نشوف واحد القضية شوف واش تحاول نعطيك انا مع السي باشا كيحضر واحد الحفلة ديال الخطوبة. مش اخي بشرب بس اسكال بلينا هذي البوين عطيش كادمين شو راح ترسيش باني دي هذوك شوف هاد القضية هادي راه عرفو تسبيت اوكي انا موجود ناوزي مكاينش الرئيس مكاينش ماشي رئيس ماشي رئيس ماشي رئيس لا 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 مش رايسنا لا لا مش رايس هي مرشح مرشح الرئاسة مازال مش رايس. ممكن نطلب منك تشريف لك واحد شوية ديال الباس لا لا سيدي ماشي راه شحال مرة كتقولها ليا كنقول لك انا ما كنداويش برا السبيطار وكشري انا سيفيل ما نداويكش والله يا سيدي ما كنهز معايا الماتريال هذا انا كاع عرفتك والله الماتريال ما كنهزوش معايا اللي كنكون برا. الله يبارك فيك. شكرا سيدي. ودي الديابلو غنبقاو معاك في نفس المشاكل ديما تجي عندي تقول لي هاد الهضره وديما غنجاوبك نفس الجواب. لا 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 راك عارف شويه الروبون بدلان. مرحبا مرحبا سيدي مرحبا سيدي انا دي ديال خلاص على في مجالي قول لي داوي واش بالك في هادشي هذا السيد هذا راه في الميدان يقول لي داوين هذا ديال السيد هذا الانسان ماشي طبيعي واش هو شي حاجه ولا شرب شي حاجه لا لا فضيحه بالله
الله يبارك فيك ابو علي، كي داير؟ كلشي بخير؟ صح على باس. الله يبارك. واف عاش يقرا هاد المناظره كاينه اخوان. شحال هاد المناظره السي باش دابا؟ والله راه فضيحه بالله. قولوا لي السي الرئيس السابق الحالي شحال؟ مازال 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 اوليدي، مازال ما كاين والو، مازال ما كاين والو. والله راه فضيحه بالله. خلي على الله وصافي. نعم سيدي. شحال كنلبس واخا بلاش انا نقول لك. سي باشا. وي تحياتي. واحد واحد. شادي مزيان سي باشا. الله يبارك فيك مولاي، الحمد لله كلشي بخير. راني نحاول نقص شويه من لي كارد كور. شكرا سيدي. شكرا شكرا شكرا. رايس خرك شي حاجه. واخا واخا سيدي واخا. شكرا الله يبارك فيك. والله مش بارده وزينه. قلت لكم هذا ديابلو اللي هو ديال ماروكس، هو عرفتي راه كيدير ليا القلق هذا، راه فين منبل ليه. وي سيدي وي، اسمح لي. نعم سيدي. نعم اييه. الله يا سيدي الراس ولاي. الله ودي الله ودي ودي الخوت راه مشي له مشكل. انا مشغول في عقلي دابا خارج عن السيطره، ما ديما ديال ضروري ما نغبر. ما الا قديش انا نبقى في الباركينغ الا كشفري هذيك. وي مبرزات كبير، مبرزات كبير. ودابا كتقول ليه شي حاجه ما ديرهاش، وبحال ما بحال ما كتقول ليه والو، فهمتي؟ دوز ربع ساعه يعاود نفس الهبط، وتعاود تذكرو عاوتاني تقول ليه ما ديرهاش. يلاه تبارك الله عليك اسيدي نهارك مبروك. انا بانوا لي ما كاين شويه الناس قال لا ما يجي البركة. انا خوت احنا ما عارفينش سي باش على عارفين على الناس اللي قرابين ياك اسيدي ومرحبا. و الخشوب هذا شي عدو اللي كتب لكم ولا مازال ما لقيتوش؟ هو هو راح ما جايش. راني ما موضيش اوليدي، خصني نتوضى. واخا وريو لي فين نتوضى. واخا سيدي الباشا. ويس واخا شكرا. وي واحد جوج جاو عندي هنايا قال لك دي سكوبار وباغي يعرف واش اخوه ولا ماشي اخوه. قال لك باغي واحد تيس دا داي. خديت عينه من الدم ديالهم جوج والريزلت ديال التيست ما عرفتش كي غتخرج وما عرفتش كي خاصها تخرج. المهم جات تشوف انت هاد الحال صافي. قول لي غادي نصيفطهم لابوغاتوار بعد على النتائج ما يخرجوناش دابا، قول لهم غدا يدوزو ان شاء الله ونشوفو شنو كاين. وهاد الشي راه درتو. لا صافي لا وي دابا الريزلت حنا نشوفهم ديك الساعه، نشوفهم راه حنا نقراوهم ونشوفو شنو كاين. دابا ما يمكنليش دابا راني معروض. مرحبا. اوكي سيدي. ها طنطنا من عندي انا. ها طنطنا كيفاش اوليدي؟ كنبان لك كنبان لك حمامه انا. جيب لي الرخصة ورا ولا حي شوية. جيب لي شوية ديال الدرا اللي عندك نقبو منها نيش. سير كارد كور اسمعني. انا غنمشي مور لهاد الكابي وهذا. ياك غادي نتوضا داك الوضو ديالي بوحدي. صافي. صافي سيدي صافي.
صافي راني استنجيت تما بين شوفنا حد صافي توكل على الله سيدي سير العروسة كاينة بعدا سيدي ما عندي ما نسالكم الواحد ما شتهاش داكشي علاش تبارك الله حجاب الله فين هي العروسة قول لي جوج دقة واحدة اثنين في واحد سير سيدي الله مرحبا الله يبارك واخا سيدي في لهم الشهود صافي نسينو الشهود على ما يجيو والناس اللي معروضين عليهم باش تزير القضية ياك سيدي انا اسمحوا لي ياك بغيت نجيب بجديدي باو الطريبيس نسيت او دير باش هاد باش هاد شي رئيس لا لا ما كناش هادو هاد الناس راه كيزربوا عليا وانا مازال المقبل المقبل المقبلة هي الصابر ها هو هذا جواب كان لسانك وليدي راه تعجبني انت انا كاع الناس اللي جاوبوا على لسانهم كيعجبوا لي قول لي نسولك بعدا لان كاين واحد الشروط ديال الزواج باش نتاكدوا صافي كاين ولي الامر ديال السيده هذه ولي الامر ديال السيده اييه واخا كاين شي وصي عليها كاين شي واحد اللي يقدر كاين جو ولكن وصي وي ولا بد الوصي يجيب وصي عليها والسيده الاخرى كذلك هو ميت والله ما فضيحه كوز ما زعما فضيحه وي راكم تعرفوا حنا ما كانش الوصي شروط الزواج والوصية لما كان الزواج كي تعتبر بعض بارك عارف مرحبا مرحبا وانا بني كولش يا اخويا قوز وانا بني كولش انا عدو البوش ودبا المشكل انا ماشي سنت المشكل ماشي سنطيحة مشي لاني ولا تمشي راني عارفهم كل دومين كيحطونا فيه راني كنخربس فيه شويه وصافي كيما كنت كنعاود في واحد ديربي واحد ستريم كنتلاقى معايا هذاك عمر سقراط اسمع ليا دخيرة كنتلاقى معايا هذاك عمر سقراط وعاودت ليه القصة الحياة ديالي وهادي شنو قريت شنو ما قريتش وهادي تما يعني تغوات صيد الباشا شنو عارف شنو ما عارفش وعاودت انا واحد القضية كنت كنديرها ودي هي مزيانة اللي احنا فيها كدو فيها بنادم ديما كنلقاو الخالد هادي ما فهمتهاش اخويا البوي حاول تشرحها ليا قلت ليه قلت لي اخي كنت كدفع لي واحد ديبه ديالك صافا كسر لعبتك اخويا قلت لك واحد تويشه والله العظيم هذا فعلا هذيك توقعت لي انا فين كنت ليطاليا انا خلاص باش كنت في المغرب كنت درت سانكيام سيزيام باك فاش كنت درتهم كنت اول فوج مغربي ديك الساعه كيقرا الطالينيه في المغرب يعني حنا اول الناس كانوا قراو الطالينيه في المغرب
مدير هادشي مشيتش هنا باش تلوط البطارية ديا إلا قلت ليكم كيفاش يعني واش هاد السيستم ورقة ياك كدير ورقة في النهار كتكتب فيها خمسة الكلمات حاشاكم كندخل الكابينة كتجبد ديك الورقة كنقراها كنطلع في الطوبيس كنقراها جالس في شي كرسي كنقراها فهمتي خمسة عندي خمسة الكلمات في النهار كنت كنحفظهم دازت شهرين خدت الدبلوم ديال الباك شهرين الدبلوم ديال الباك في ايطالي وعطاوني كادو عليها قالك الساعة او عمرها ما وقعت هنا عندنا في طورينو ديك الساعة قالك انت هو الاولاني اللي دار هاد القضية هادي بزاف بزاف علينا وخد هادي ونفهمي هاد الوريقة وهاد القضية كنطبقها في لي دومين كاملين مثلا كيعجبني شي دومين كنمشي كنتعلم منو بهاد الطريقة هاد الوريقة المشكل اللي عندنا هو في بلاصة مشينا لها كنلقاو الخبر وخصنا نغادروه وي ما سي نور على خير هذا ولا وراء الديبو الديبو طالع واحد شوية أخي تمشي هو راه اصلا هو اصلا شي اسم تمشي اصلا شي اسم تمشي وي خصو يكونوا صحاب الاختصاص كل واحد مختص بشي حاجه خصو يتعطى لي بوست ديالو فوالا لا بد يتعطى كل واحد البوست ديالو الاشكال هو ان ما كاينش هاد العقليه مازال ما عندناش ممكن عشان العقلية هذه الاختصاص كل واحد ايه شوف الصوت زار اخي العادة لهادشي هذا زار العادة حتى المشكل اللي كاين عندنا مثلا هنايا مثلا في نضرب ناحية الاربي مازال ما عندناش ديفلوبر ما كاين هذا بيد لي ديفلوبر اش كيديروا كيديروا غير كوبي كول ديال لي سكريبت ما كاينش شي واحد مازال كيدير سكريبت ديالو حيت ممكن شي واحد كيدير سكريبت ديالو ديفلوبر عندنا ناضيين كيديروا سكريبت ديالو من نيفو ديال بي غيطلع انت كتدخل كتقول لهم مثلا بحال اللي كدير انا كندخل لك ولا راني نقابي كدير سكريبت ديال النقابه العمال والدفع عليهم وهادي والى اخره يجي الاخر يقول لك انا شغال على يا كندير للقافة مثلا ندير لك سكريبت ليش كان هذا ما كاينش لي سكريبت من هذا ما كان هذا ليش كان قول لي كاين هذاك السيد اللي مرشح انتخابات كيسولني فين كاين بغا نمشي نهضر مع قري خيبه نشوف واش غيقدر يجيبو ولا لا نعرفوا ليش شنو كاين تحت مرة سياسية رجال خصنا نعرفوها باش إلا كانت شدوا على شي ديفو خصنا نطيحوه راك عارف أي ولكن أنا كنتشاور معاك المعركة السياسية هي هذه هذا الشرف لي السيد قول لي يا سيدي كاين هذاك السيد المرشح الرئاسة الآخر راه تعرفوه قيل سميتو إبراهيم الشوكي لا ما كنعرفوش وي غير اتصل بيا قال لي فيني وما كذبش عليك ما قد نتشاور ولا ما نعطيه البلاصه فين كاين انايا ما عندناش المشكل ايوا صافي صلاه على النبي انا صيفط عليه صافي قد نتشاور بعدا هو الاولاني هذا باش واخا مرحبا انا وقفوا في الشميشه بلاش ما كنتو ياك نوقفوا نتشمشوا شويه رغم انا وليدي اش انايا الأغلبية اللي كيدخل يخسر ار بي كيبغي يترول اللي كاينه ولا لا وي هو على داكشي علاش فكرت انا ندير سيرفر ديال الترول بوحدو ديال الفري روم انا ديجا عطيتو لواحد الدري اللي كيدخل يتفرج فيا عطيتو كاع لي بي و الباسورد و السميه غادي يدخل غادي يدير سيرفر فري روم
باش دابا يطرولي يطرولي على خاطر. لا لا انا ما كاينش رئيس هنا، ما كاينش رئيس، راه قلتها لك انا عاود دارك اودي. انا ما كنشوفش انا صير رئيس مستقبلي حتى نخرج رئيس مستقبلي. الساعه يهضر معايا يقول لي الباشا وصافي، راك عارف. لا هاد الساعه هادي والو، هاد الساعه هادي والو. ما ويلي فين وسك راه خدام داك السي باشا بعدا فين؟ كي داير سيدي؟ شو بخير صحاب بس وين طرون كي الله يحفظك. لا سيدي ما عرفتش راك بقد ليا الحال سيدي، راك ناضي. اكسي الباشا دابا ايه الباشا 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 انا اسم حلم كان هي راه قلت لك ما عرفتكش، انا راه قلت لك ما عرفتكش، ولكن قلت لك ماني مساكر بقد ليا الحال ولي. اه تبارك الله عليك. يكون عندك باس السي باشا؟ ملي يكون عندي باس كنبان لك مخبوط في راسي. لا شنو قلتي حيت ما سمعتكش شنو قلتي. قلت لك تبارك الله عليك ما عرفتكش، قلت لك راه مقاد الحاله. الله يجعل كل شيء مبارك. اه مقاد الحاله صافي. انت قلتي لي زعما الحاله ديالك خويا الله يجزيكم بكري واحد شويه ديال سباس الله يجزيكم بدواعي امنيه. لا ما سيدي الله يجعل كل شيء مبارك سيدي. الله يبارك فيك ابو علي. لا ما تقولش سيدي. شكون انت؟ اه انت سي اسكوبار اللي كان جاي عندنا السبيطار واخيرا. اسكوبار اللي جا عندكم السبيطار هو هذا. ايه تبارك الله على سي اسكوبار راك منور. باجي شوف كلشي داز بخير بعدا. شنو هو بعدا سيرفيس ديالك؟ لا صافا انا راه ديما اون سيرفيس سي اسكوبار، راه هادي مشكله. دي اشرح لي واحد الحاجه البطريط كنشوف عليك لي كارد ما فهمتش. وي تخيل ماشي انت الاولى اللي كيعطيني هاد السؤال. شويه ديجا ها؟ لا 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 لا, لا, لا. نعطوك سيدي الجواب كيف ما عطينا الناس الاخرين. ماشي اشكال نخليك شويه. اي شوف اصلا قال لي البحر يمكن لك تدي دابا. يلا وليدي كاع غادي غنتيري لك كورنين انا. حنا نديرو الكلام ما خلفوش الامر ديالو. اه انا بحال هكا مزيان اسيدي. كيف ما كتعرف سي اسكوبار كاين مرشح وحيد رسمي في المدينه للرئاسه. ملي كيكون لا اللي حدود تأييد الحرس كان مرشح وحيد في المدينه. حيت قال لي واحد هو مرشح في الكوميكو. وي وي كاين واحد غادي يترشح، ولكن كنظن بان الملف ديالو ما داش رسمي، ولا ربما يقدر يكون داز دنيس اليوم وانا ما في باليش. ماشي هذا الاشكال. هي القضيه ديال الحرس اسيدي بانهم اعطوهم من الدوله لانني كمرشح وحيد للرئاسه خصهم يضمنوا لي الامن والامان ديالي. انا ما عارف شنو كاين، حيت كون كان شي مرشح واحد اخر ثاني فيكلفوا الحرس بطبيعه الحال باش يرافقوا. هذا ما كان المختصر المفيد. وي 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 بدرس الملك ديالكم امشى غاده. وعلى حسب معلومات نيش بالضبط كيف ما قالت السيده، قالوا لي قالوا لي انا سمعت شي هضره اخرى، سمعت شي هضره اخرى. انا سمعت سال علاش المشكل واش تداول الانتخابات ما فهمتش، ولكن هي في الحقيقه كتغتصب واحد البنت راه واخا تقدر على ما فاقد داك الشيء يدخل باش يخسر لي بيربي ديال نو 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 هو نو اصلا الفريرون الفريرون ما كيكونش في ار بي كتهبط تباولي الطوموبيل واخا بلاتي. انا زعما ساليش مع راسي اسكوبار وانا نكمل لك كان السؤال ديالك على القضية ديال الرئيس. على حسب ما فهمت أنا بأنه وصلت وسالت ليه المدة ديال الرئاسة ديالو. الولاية أي هي مدة الولاية ديالو بالضبط أسيدي. إوا قالك شط الطيارة وسافر. غير هو هاد الناس هادو اللي كيديرو هاد بحال هاد الحركات هادو أنا كنظن يا كيخافو من المحاسبة في اخر الفتره الرئاسيه هذا ما كنبقاش عندهم حصانه، ولا يكونوا دايرين شي روين حيت ما تشاور مع حتى شي واحد. هاد السيد داز الطياره وطار. انا حشيت هضره الدوزن ولا لا وي انا كنظن كان الميزانيه ولا دار شي فضيحه ولا تكون عنده توا شي مونيكا تا هو في شي اعتصاب وشي فضيحه. صافي مزيان ايوا خليه يمشي كون نتوما بخير. الشيء اللي كيعملها وانا ما نكذبش عليك انا لا سهل الله واش ادينا الرئاسه وراه جاني بيتي اسكوبار اخويا.
القصة ديال الرئيس ماشي اسكوبار بويت ايفي مقتلوا واحد الدوري ويسال تفضلوا تفضلوا غير هو هذاك الرئيس اللي كان اول ملف ناقشوه هو ديالو ما يمكنلوش يسلتش لا ما يقول شنو خصنا نديروا ليه واحد المحاسبه ونرجعوا الملف ديالو اللي كون دارنا شي فضيحه. تعرفوا سيدكم سيد الوجه. انا عايز عليه نتشاور مع كاع الناس اللي دايرين بيا ويعول عليه هذه سواء دابا سواء رئيس. هو شوف من الرئيس الجواب ديالنا غيكون دبلوماسي راه كفاه. وي 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 وليدي انا شديت رئيس غادي يعجبك نولي نعيط لك انت ونتشاور معاك ونعيط للاخر نتشاور معاه ونعيط للاخر ونتشاور معاه. لكن كما كنظنش انه كاين شي مشكل في المساله. وي وي انا عزيز عليا الناس اللي يكونوا قراب لي ندخلهم جميع الامور. اوكي دابا سيدي راه شنو طيب يا من جوا هذا المساج كيقلبوا الباب ولا انا شنو ما نحضر على هذا المساج. وانا كنظن يكونوا عارفين الخدمه ديالو. حاول تسولو مرة السيد واقف تما حاول سير ما كان شي اسم ندير شي واحد ما عرفتش باش انا تقري خيبه ايه سير تصور اخر خيبه هو هذاك السيد واقف هنا هو هذاك اي يمكن هو هذاك اللي لابس البيض ضيعها علاش بد غادي نجبد الملف ديال الداوزن انا بعد نشدو الرئاسة ونجبدو الملف ديال الداوزن الملف ديال الداوزن ونطيح عليه شي باطل كاع مكاين من الرئيس يولي غوشيرش الله يبارك فيك اسيدي عاد تشرب شي واحد كوكا راني بخير وعلى خير الله يبارك فيك شكرا على تصيبك الحمد لله تكا واحد الكرسي كيطار لا غطي مرحبا قول لي وليدي مجوج كاين شي وليدات كاين شي اسيدي انا من النهار عقدت على راسي وانا في اغلبيه ديال لا ما تزقلوش البوز كنت خدام فرشة من قبل يعني دوز واحد المدة ديال العسكر ودابا حنا خدامين مع الدولة في القطاع ديال الحراسة مزيان يقول لي ما كاين لا وليدات لا والو لا راه فينا هو الوقت اللي غنديرو بيه ديك السن ما شاء الله يا ودي راه الشيطان راه عطيني كل ليدي حق حقها سيدي والله سير باش لا شوف المحبه ديال العمل وصافي رانا واحد النوع ديال الناس اللي هاد الخدمه ديال الامن راه هي الحياه ديالي بالنسبه لي لا ما من وقيت القضاء على اخر الله هو لا بد تساوي ما بين الخدمه والدار لا بد وليدي هذاك نصيحه من عندي العائله ديالي راه ما ساكنينش في الديره انا راني ديال راسي في المسجد والله ما يسير بوي من النار اللي جوي الجوجة راه عارفني دابا راه راني كندير تاع دولة وليدي لا ولا قوة إلا بالله شكون مرحبا سير ما شاء الله اوكي جي باغي نشوف هذاك السيد المرشح راه هو جا باش ندخلوه هو شي دخلوه واخر دابا هو خرج اللي بدا يدفع الملف السياسي داكشي شكون هيك خاص تما خرج ضد يدفع الملف السياسي وداك الشيء شكون كان كيخص تما سقراط فين عرفناش فين هو هاد السيد هذا واخا نشوف الفوق الباب الله سير واخا سير شوف لي هنا كان من بعد
واش داو ندير شخصيه جديده ولا من الرئيس قال لي اسكوبار لا كنسينا واحد السيد غيدوز عندي وصافي لا 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 بالنسبه لجوزما بالنسبه لداوزن شنو دار راك سمعتي بالضبط سمعت الرئاسه ديالو واش الطياره سافر صافي راك عارف السياره سافر يعني راه مثل بيرسوناج ولا لا عم دراكين ولا لا السلام عليكم انا سي الشوكي اهلا وهاديك العطا عندي فكرات ليا بالعدو فاش كندخل عندنا الخيمات وصافي يا ودي راه نشوف وجهك نشوف وجهك نشوف وجه العدو زيد راك راك اللي راك تابع بقى القرة القرة زيد 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 اسي شتوك زيد وي انا معك انا معك انا معك اوكي انا نصيفط لك انا نصيفط لك جي بي اس شكون هو؟ الحاج السفساقي السفساقي الله يرحمه الله اكبر لا لا اش بخبارك لا اله الا الله مرحبا انا لله وانا اليه راجعون مرحبا سيدي الله يحفظك شكرا لا ما بقاش راه ومن ديك من ديك الليله فاش قرن فيه هتلر رصاص بو من تما حالته غاديه اللور اللور لا حول ولا قوه يا وراك تعرف وليدي سيد زيد تي اي ادخلوا ادخلوا راه داك الشيء راه السيد هذا راه كي هو انت تعرف قلت لك الاخر اي اي ودي راه فضيحه فضيحه هذاك السيد وصافي راه كيعز علينا كاملين وصافي راه تعلمنا وصافي والله يرحم الله يرحم الصحه اي شي شوكيش اي هنايا بلاي سكنت يا اي هنايا انت راه كتفهمني السيد او عطيني واحد دقيقة وانا معك اي اي قلت لك اخي كوزما شنو وقع قلنا قلنا شد الطيارة وهذه فهمتي والله نورمالمون فهمتي سال الرئاسة بدل بيرسوناج ودار ودار اسكوبار بالضبط هادشي اللي وقع يا اللي جاب شكون هو هاد زريف واش زريف اللي قاعد السيرفر ولا شنو ما فهمتش وتقريبا راه كاع ضبط ضبط الصف كلهم تقريبا مابقاش معايا ما بقاش عندي معاهم كونتاكت وتا راه تخلط لك شعبان مع رمضان سي شتوك تاش من ضباط الصفرا كان قايد المية تا باش عقل على قايد المية وجه وفي المدرسة العسكرية كانوا معنا الضباط والله يمديك وتا ودي راه بدا يدخلني فيك الشك ولا بديت ندخلوا ليا راسي ما فهمتش واسي الباشا الله يهديك فاش كنا في المدرسة ديال العسكرية انا وياك كنا فيها في ديك الساعه نقدر نقول لك في الثمانينات يا ودي جاب انا وياك انا وياك كنا تما في المدرسه ولا لا ولا واش انا راه شوف انا راه باقي نعقل على داك الشيء بحال البارح يعني ما الدراري سمحوا لي غادي نهز واحد الملف بالزربه واحد القوس اسمع لي اسي شتوكي اسمح لي غادي نحل واحد القوس غير بيناتنا ونسدو بالزربه يا تفضل لاندوشين ما كانتش في الثمانينات وكانت قبل لا ما كندويش على لاندوشين خلي لاندوشين عفار اخي نعم نعم اسيدي كيهضرش على لاندوشين انا لاندوشين بوحده انا كنهضر عليك فاش كنا في المدرسه ديال العسكري وي اخويا بوي وي وي انت دير ميت في ديالك وجي باش تنهار راسك معايا وانايا ثالث وحتى ديك الساعه راك تيطحسي واش ديك الساعه راه مباشره في سطح شي من الهليكوبتر راك تدخل وتخرج في الهضره وكتي تدخل وتخرج في كلشي تا ركز معايا سي شفتوك واش عندك تا واش عندو واش عندو نتنا عندو تناقر هنا كذا جايزه وثاني ولا راه سي الباشا راه سبحان الله راه فاش كنشوفك راه كنبدا نتذكر دوك الايام راه ما نكذبش عليك السي الباشا انا راه راه كنبغي تنقول يا ليت الايام تعود يوما انا ودي راه ملي كنشوفك راه والله ما كراش نقرع في طاليك حتى الصباح ملي كطيح على طيحشني من الهليكوبتر راه وتقول واش بغيت تنسى ليا هذه الله 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 حتى للدرجه حقت عليا راه نشوف راه نشوف كنشوف الانتقام ولكن راه قلبي بيض وليدي اش غدير قلبي بيض الله يهديك وكان هذه كانت في اكسيدون سي باشا
وتاج بين القصارى هنا حتى واش كي الناس سي الباشا كرهنا نديرو هاد المشاكل هادو. شكون باغي يطيح من الطيارة عود ديال 60 متر ولا وانت باغي تضرب هليكوبتر في السماء واش كاين شي واحد كيدوس صحابك الوتور وتهدف لا حول ولا قوة الا بالله هذه راهي ايوا هذا هذاك عقل الصغر وعقل الطيار راك عارف كنا طايفين شوية كنبغيو نجربو شي حوايج اللي ما عمرنا درنا عود دير السينيال عود دير السينيال منين الدوبل عاد دير الله يهديك السير باشا واش كاين شي سينيال في الهليكوبتر اخر ميساج صيفطو اللي فيه جي بي اس راه هو البلاصه اللي فيها انايا سمعتي انا سقراط سبحان الله العظيم والله العظيم ساقي لي راه توفا و سافا سما فريمون توشي والله العظيم يعني كان هذاك السيد عزيز عندي بزاف واه سي شتوكي هو ما الصاب يقولوا احنا الله يقول وجد راسك هذيك اللي كنتي تخاف عليها هي كلها الكدود ودي شنقول هذا نورمالمون هو المرشح الرئاسي اللي كاين وقول لي كي داير المدام كنبغي بالاسم ديالها شكون هي فيهم هذا راه قوت ما كثر ما شوف ما بقيتش نعقل انا على السميات هذيك الاخرى اللي كنت انا اللي كنت عاودتي لي عليها والاخرى هي جايه في الطريق هاد الساعه اللي قبل من الاخرى حاده الله يرضي عليك هي اللي باغي واش هادو ما ناويش يتزوجوا ولا مازال كيسينوا الناس يا عمرو الحلال لا حد لاباس عليها وبخير ومنشطينها الحمد لله وعاد جبت لها النقاشه خليتي فيها لا ودي شاكا دارت برا الواحد دوش داك العمومي اللي فيه الرشاشه راك عارف راه ناشطه صافي تبارك الله وانت يا كي داير المراه عندك لاباس عليها انا تنقول لك انا راه كانوا عندي واحد المشاكل راه ليلى والله قالت لك اسيدي تل ما تل خرج قالت لك اسيدي انا بغيت واش هذا كيسيروا الناس اودي يقول لك يطلق قالت لك اسيدي نعاودوا نديروا العكس يلاه شو هما قال لها راسك وفيها خير فيها خير الله اودي واش الناس شرب تا ولا يطيح لينا الشعر وتقول لي نديروا العرس يهديك السير واش دار شي عبادات دابا عاد بدات في هذيك موراها خربت اخرى بدات اسيدي قالت لك كات تقاد وبضيه وبضيه خرج دار راسها في لي جون ايوا دير راسها في لي جون دابا بلا جا نسطر على هذه دير راسها في لي جون كيفاش هاد القضيه جون الناس اللي باقي الشباب ياك ما فرحهاش سي شتوك خاصك دوز عندي العياده نعاودو نختنوك سي الباشا راك عارف سي الباشا شويه كاين واحد الكبس يوصلوا للسواري يديروا انونس عليه سي باشا لا لا خذ لا لا ياخذ لا لا ياخذ دابا حنا دابا عاد دخلنا هذا الشيء هذا كامل في الهضره ديال الدوشين وداك الشيء راه تعرفوا وليدي راه مازال ما شتي والو غير بلا شيء حنا عاد نسخنوا حنا راه مازوط غير بشويه بشويه عاد ندخلوا لذاك الشيء الاخر زيد وليدي كنت خاصك تدوز عندي ان شاء الله سويطار نراقب ليك الحاله حتى بنت ليا كنظن هذاك كان من الاسباب الرئيسيه لا حول ولا قوه الا بالله العلاقه الحميميه كان كنت تبقى مشاكل بيني وبينك كان عندك عجز ونقدروا ما نقدروش نقولوا عجز على ولكن بواحد الطريقه غير مباشره وي قريقر سمي عز وهنينا راه كاين غير انا وياك السي الشوكي راك عارف ما كاين حد عادي المهم نقدروا نقولوا عجز نعم دابا انت عندك عجز نفسي وعجز جنسي وي سيدي غادي نبداو اي مرحبا 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 هذا سي الشتوكي كان معايا في ناندوشين ايه مرحبا هذا مسخوط الوالدين هو اللي طيحني بالهليكوبتر من الفوق على راسي
وراني حالف عليه. زيد الاخر خصهم يعرفوك، خصهم يعرفوك. زيد سيدي مرحبا، مرحبا. هاجي معنا سي الشوكاش. اي مرحبا سيدي، مرحبا. مرحبا سيدي. قول لي يا سيدي فين فين الضرب الكحرف البيض؟ هنا نيت. هنا نيت السي الباشا. واخا مرحبا. فين هما الشهود؟ شهود السي الباشا. اي فين هما الشهود؟ عيطي على الرايدر. اجل عيطي على الرايدر استكاري. وداك سيمي وراه ورا. واخا يقول له بيجوا هنا، قول له بيجوا هنا. لا يجوش، غير جوج، غير جوج، غير جوج. واخا نسيناهم تيجيو، نسيناهم تيجيو. دخلوا اسيدي. مرحبا سيدنا، مرحبا. اسمك الله بنيتي؟ صوفيا. مرحبا صوفيا. انت سيدي؟ فتاح. فتاح. مرحبا سي فتاح. اوكي عاودي معايا بنتي واحد القضيه، ولكن قبل ما تعاودي معايا خصني شكون هو الوصي ديالك؟ شكون؟ اوكي يا هاد السيده هادي. واخا غنديرو، غنديرو وصي استثناء وصافي. نورمال غندير استثناء وصافي نورمالمون. اوكي اوكي انت الوصي ديالها. اوكي شنو كتجي لهاد السيده هادي يا سيدي؟ انا قلت بحال خويا. وي انا. اوكي مرحبا، مرحبا. صح ليا الجن ما نتسناوش كالاطا تيجي؟ كالاطا ما كاينش ناعس. لا راه كيدوي دابا. كيدوي؟ قول لي قول اصلاح. اوكي انا نطبق بقى وليد داكشي كيف ما كيف ما كيدار. المهم الناحية ماشي كاع كومبلي ولكن. اوكي بنتي. عاودي معايا. اوكي الدور تشوفي في السيد. اي مرحبا واخا زين. اوكي اوكي منين يجي يقولوا عليا وانا معكم. لا هو كيكون كانوا ما عارفين كيكون الوصي ولا ولي الامر، فجاه ما كانش ولي الامر كيكون الوصي. لا يا لوجه الله، يا لوجه الله. بلا ما تقولي لي البس عليك. غنشوف اكوز ماي لا حضروني، الا حضروني فاق هذه شي ديكورات كانوا وقعوا لي شحال هذه، حضرت لهم شي جواجات وهذه. شوف الا تفكرتهم دابا ما عنديش في بالي، ربما نعم نهضر وخا نتفكر. والله ما عندي في بالي شي حاجه بالله. اني لا شتوك، اني لا شتوك. وي هو تقريبا، هو تقريبا في الريال لايف شي حاجه ديال الريال لايف. غنحاول نشوف إذا تفكرت شي حاجة نشوفو. لا الجن كتسمعني هكاك إما يقدر تشوف هادشي مجدورين على الأكل. واخا عطيني واحد الدقيقة نهضر مع شي سي الشوكي. يا جماعة سي الشوكي واحد الدقيقة، يا جماعة سي الشوكي. هاو هاو كتبان لي انا كنهضر وكنسمع واحد المهدا كتغرغر. فكرتيني في الهندوشين قلت شكون ديالك؟ قلت لك نقراو الفاتحه ياك سيدي. المناسبه دابا لي بحال فيك الجوع ولا شي حاجه. المهدا ديالك نعرفها انا. لا 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 صافي صافي يا صافي يا صافي يا صافي تفضل. راك عارف كنجود لكم القران
اي مرحبا مرحبا. اوكي سيدنا كل شيء واجد. واش كاين شي واحد غيتلقى لينا الباس؟ حنا راه وصلنا لواحد الفيلا ما فهمناش هاد البلاصه. اوكي اوكي ادخل ادخل قول لهم راه جينا عند الباس راه يخليكم تدخلوا. اجي حدا اوكي سي انت في كنتي في سيركه وليدي ولا شفتي لينا بس حوايج السير؟ مرحبا مرحبا سيدي. قولي لي يا بنيتي قابله تجوجي بهذا السيد هذا؟ ايام زمان كان السكوت على مطر الرضا. قول لي يا سيدي انت قابل جوج بهاد السيده هادي يا ودي عنينا؟ قلت لك السكوت صلاه على النبي. واخا واحد غيشوف في الاخر غتقابلو وغتقولي لي لا لا زوجتك نفسي. سقراط دخلت لنا مزال. دوري شوفي فيه يقولوا لي زوجتك نفسي. صلاه على النبي. قول لي يا سيدي باش يكتمل دابا الزواج كامل غتقول لي القضيه ديال الصداق ديالها شنو غتعطيها في الصداق؟ اللي شرط ثلاثه السي الباشا انا على الراس والعين. واه نورمال ما خصهمش تكونوا فاهمين نتوما على هذه القضيه. هي ما مات والو السي الباشا الصداق ديالها بغيتني انا. لا ولا بد من الصداق. انا كنت حضرت لواحد الزواج كانوا الناس العروس والعروسه كانوا فاهمين. لا ماشي القضية ديال الحساب لا بد شي حاجه. قلت واحد الزواج كنت حضرت ليه تخيل العريس عطى العروسه لوزه يعني اي حاجه اللي كان كاس د الماء ولا خبزه ولا اللي كان. انا بغيت لا بد مش اوكي منين تعطيها المهر ديالها قولها ليا. صلاة النبي. أركان الزواج كاملة كاملات تبارك الله عليكم أسيدي بالرفاء والبنين. بغيت نغني لكم ولكن يحشم صوصف. الله يرحمك الوالدين. تبارك الله عليكم أسيدي. وطلقوا لنا شي أغنية ديال العراس أنت أسيدي. تا بعدا وسالا الأولاني وعاد ندوزو للثانية أسيدي. مبروك 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 عليكم. سير زيد عندي أسيدي. مرحبا دخلوا دخلوا أسيدنا دخلوا. مبروك عليكم السيدي مبروك. مبروك عليكم. هو جيبوا لنا شي فليل تاع الصغر يعمروا لنا يعمروا لنا المدينه. مرحبا مرحبا. قول لي يا بني شنو سميتك؟ جولي. والله ما سمعتك. جورين جورين. نعم سيدي. جورين جورين نعم حتى ما عمري ما سمعت السميه داك الشيء علاش مخ. وانت سيدي شنو تباك الله؟ مرحبا سيدي. فين هو الوصيه ديال هاد السيد هادي؟ هو هذا ميم بيرسون. اوكي. هما خواتاش على هاد الحساب. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. جوج خوت غيجيو جوج خواتاش ما عندي ما نسالكم اسيدي. تبارك الله. اوكي بنيتي دوري تشوفي عند السيد الزوج ديالك وتقول ليه زوجتك نفسي. صافي وانا قصرت نيس المسافه باش ما نقولكش واش قابله تزوجي بها. انا ملي قلتيها صلات عنه. قولي يا سيدي المهر ديال هاد السيده هادي شنو هو؟ اللي بغاتها في الباسا اش اللي بغاتها في الفراس من الزواج ديالها؟ واد لا يا الحمار واد الضيف الضيف ما يتشرط والدار ما يفرط بيناتكم نتوما. لان المهم ان المهر خصو يتعطى ليا قدامي. سلام سلام على رسول الله إلى جاء سيدنا محمد
اللهم عجل علي يا تبارك الله عليك. جنازة على الذي الرفاء والبنين سيدي، حبروا لنا وجهنا وجيبوا لنا شي فليل ساجة سيدي، وطلقوا لنا النشاط، راه بغينا نشطحوا سيدي. يلا سيدي يلا يلا حبروا لنا وجهنا. واخا فين هو المصور؟ بالي ما كاين لا مصور لا والو، ما صوروكم با غدا غيكون مصور سي باشا ان شاء الله. هاكا سيدي يلا سيدي يلا تبارك الله عليكم. تبارك الله سي الشوكي هات واسي الشتوكي. تبارك الله تبارك الله الاخوان. شروط الزواج الشرايح اللي درنا تي دون سمح الدراج سي الباشا. وي سيدي عاودتي حنا طارخين عاودتي حنا طارخين هاد الستريم داير على ود باش يصحابنا واش يديرو لنا المراسيم ديال الاخر ديال الرئاسه صاحب اللي ما كاين حتى شي زمرات ديال هذا زيد ما كيطول. زيد معايا زيد معايا زيد معايا سي الشوكي زيد زيد معايا زيد معايا ترى متعدد المواهب انا وصافي. بعض المرات راني عيال اليوم كنحس براسي شويه مسخسخ اييه والله راه ماشي اون فور راه داك انا هضر ونقيس وصافي. واخا هضر معايا بعد القضيه ديال الرئاسه والحزب ما عمرش درتي فيهم اييه ان شاء الله. الحزب اختارنا انا و الجماعه ديالي الاسم اللي غيبقى هو حزب الموده كما قلت انت يا حزب الوداد غيكون شويه مايل لكره القدم وحنا يوتر ما عندناش علاقه بكره القدم لذلك اختارينا حزب الموده زيد. وكنظن بان الشعار ديالنا غيبقى الشعار ديال جلد اللي الدين متحدين. بالنسبه لليد اليمنى ديالي والسكرتير ديالي الخاص الى اخره الناس اللي خدامين معنا دوك غادي يجيبهم الطياره على ما اظن غدا. ودابا في انتظار اننا ندفعوا البروسي ديالنا للحكومه ونتسناو الحموضه كامله كامله حموضه هادشي اللي قلت لي نقاد اليوم ان شاء الله. ولكن واش دزتي رسميا ولا لا؟ لا مازال مازال ماشي رسميا. كون هاني دابا 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 راك 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 فرحان. لا ماشي فرحان ماشي مازال ما ماشي فرحان. انا معيش عليا الحاجه السهله. انا عايز عليا الناظر هذا اللي بغي اللي بغي يوصل الرئاسه انا بغيت اقول لي دين نعريك في شي مناظر. بالنسبه للقوانين طلعت عليها قبيله وبالي داكشي تقريبا مزيان بالنسبه لي انا يعني ما عنديش مشكل. شنو هما؟ القوانين شنو هما القوانين عاود فكرني بهم الله يسك بخير. القوانين مازال ما تبوسطاوش نورمالمون مي وصلوني انا الاخبار ديال القوانين دايرين اكسيتيرا دابا نصيفطهم لك ان شاء الله في لي ماي ديالك. اوكي 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 مرحبا مرحبا. وجدت المناظره ولا ما وجدتيش دابا؟ الوغ شيئا ما وجدت شويه مي كانوا عندي دابا كيما قلت لك مشاكل خلاوني شويه ما نوجدش 100%. وجد راوال راوال اوليدي نهريك وجد راسك. مرحبا مرحبا سي الباشا. نهار كبير عندي نهار كبير باش نهريك. ايوا ما نعرف شكون اللي غيهري لا ياك سيدي. الله يبارك فيك الله يبارك فيك. الناس اللي غادي يحكموا مواطنين. وعندك بعدا شي منخرطين في هذا الحزب هذا ولا مازال ما كاين والو؟
تنقول لك تقريبا احنا بادين حاليا بادين كيدخلوا عندنا الناس من الخريطين ماشي بحال الكم اللي عندك انت السيد باشا لانك انت ديجا كنتي في المدينه انا يلا وصلت يلا كان قد الامور ديالي يعني تنقول القضيه باقا مرتبه وديك تبدي حالتك حالة سي الشوك يوسف ما يكون خير وديما كي بدي خير وليدي هاس بدي رتب حال معايا يوسف راني خايف عليك كما قلت لك المواطنين هما اللي غادي يحكموا واللي غادي يتمحن فينا انا كتب لي عندك جمهوريه مزيانه عندك سمعه زوينه في المدينه ديكو عندك جمهوريه قال لك شد الرئاسه وراه قلت لك انا مع ذلك مع ذلك راه قلت لك الاشكال اللي عندي انا في هاد الرئاسه هذه هي انني انا ما كنتش باغي راه الناس اللي دفعوا لي ليها وصافي ايوا دائما الى لاحظتي معايا السي باشا دائما الا كاين شي شقرا عند الماء الله يرحم الوالدين دائما الحاجه اللي ما كتكونش انت باغيها هي الحاجه اللي كتكون كتعطي فيها دائما كيكونوا الناس هما اللي كيشوفوك غادي تعطي في ديك السلام عليكم السلام ورحمه الله سي باشا وي سيدي سيدي الحجوج اييه مرحبا الرسول علينا سيدي ما فهمتش اخويا بويا هادي اللي كتبتي ناقص شويه ماي ميدي ها ما يضيم شويه لا ما يضيمش لا هو اصلا انا نقول لك هو بدل البيرسوناج ديالو بالضبط لان فحال هو يربي معايا وي سيدي وي كنسمعك المهم نقدروا نهضروا لك على فيرات شويه ما كان ممكن غير الا كان ممكن قدم لي راسك باش نعرف معاه ايه نسيم الشرق مرحبا مرحبا سي نسيم نهار كبير هذا سي شكرا اوكي هما بغيت يقرا هذا المال كان ممكن هذه كتقرا راك كتعوب ليه واخا سي نسيم ماشي معايا اسمح لي سي الشوكي اجي مع سي نسيم ماشي لا مس دي نسيم انا كل اذان وصاغي تفضل الله يحفظك سي باشا المهم كيف كتعرف لعبه ديالنا انا كشوطي كيجيونا بزاف ديال الشكايات الناس اللي تشكاو نعم ولاحظنا انك مقبل على تشريح ومرشح نفس الشعب واحد سولنا هذا السؤال انا مرحبا مرحبا بالعكس انا ما عندي حتى شي اشكال اننا نجاوبوا هاد الناس هادو اللي بغاو يعرفوا ولا اللي بغاو يعرفوا علاش غير هي كما كتعرف كما داك القائمه كتشوف على الحمايه الضروريه اللازمه حياتك كتكون ميكر في المرشح كتكون حياتك بخاطر فوالا بالضبط حيت الا عقلتي انا راه كنتي تقول لي الكوميساريه شنو سولتك ايه علاش سولتك هذا باقي عاقل ولا مشات لك لا والله الا الذكريات هي مش عامره بس سولتك قلت لك واش كاين واحد كاين سوبيريور ديالك قلتي لي لا راه ما كاينش واحد الوقت قلت لك واش عندك شي اخبار على ملفات ديال المترشحين كاين شي مترشحين جداد كاين شي احزاب اخبار شي حاجه قلتي لا ما عارف والو وانا براسي تخيل انا مرشح وكنقلب على المرشحين الاخرين كنجيبهم باش يترشحوا باش تكون منافسه شريفه هاد الاشكال اللي كاين شنو هو بما انه ما كاينش مرشحين رسميين ياك بالما ما كيكونوش مرشحين رسميين كيكون مرشح وحيد والمرشح الوحيد يعني راه هو الرئيس باش يعني بلا ما نقصروا اللي نطولوا ونقصروا دونك بما انه كاين الرئيس فتوجب ليه الحمايه ياك هاد الساعه هذه اذا جا شي مرشح جديد راه لي غارد كور والحمايه غتقسم وغادي يمشيو نص سنه ونص سنه انما يجي المرشح الثالث الحمايه ولي غارد كور يتقسموا على ثلاثه وهكذا بما انه كاين واحد راه هادشي اللي عطى الله ما عندنا كي نديرو صافي كلام في الصميم هادشي علاش راه شحال من واحد والله اسيدي انا ماشي انت الاولاني اللي كتجي عندي كتقول لي هاد الهضره هادي هو اللي كيجي عندي كنعاود ليه نفس
نفس القصيدة كتبقى تعاود. لا مرحبا، بالعكس هذا بالفرحات عليا. انا كتعرفني من الناس اللي كنبغي نجاوب اي واحد يجي يسولني على شي حاجه نجاوبه، بالعكس بالفرحات عليا سيدي. مرحبا المايسترو، شكرا اخويا، شكرا على الفولو ديالك. مرحبا سامي، مرحبا اخويا، مرحبا مرحبا. الله يودي. المهم اي، لا ماشي اشكال، اي واحد جا سولك السؤال هذا راه هو تجاوبه اللي عطيتك، هذا ما كان. شكرا سيدي، الله يبارك فيك. مرحبا سيدي، نهارك مبروك، تبارك الله عليك سيدي، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، مرحبا. واش بالك سيدي يعني نفس السين انت كتبقى تعاود؟ ماشي مشكل سيدي، ماشي راك عارف واش كاين تما سيدي. هو انت فهاد الحكومه وفهاد الدوله هادي راه كاينه. وعليكم السلام، مرحبا اخويا اسماعيل. اوكس رؤساء احزاب اخرين دافعين باسم شي داك القانون اللي غادي تقسم داكشي على حسب الناس اللي كاين. نعم نعم، واخا اسمح لي اخيها. بالنسبه للكونفيغ اخي تاعي، عندي الرايزن 5 وعندي لي ميساي واخيلا 8 جيجا و 16 جيجا في البيس. هذا ما عندي. لا قلت لك شكرا اخويا الجوكر، مرحبا اخويا، شكرا على الفولو اسماعيل، شكرا. اخويا تقريبا تقام عليا بشي نقول 180 كارت جرافيك الرايزن 130 310 تقريبا شي 400 يورو باش طاح عليا كلشي 400 يورو. وهذا اشكال اسي شتوكي ودي الله يهديك انت سي الشوكه، ما بغاش تخدم معنا في هذا الشيء هذا، ما خدمش معنا وترشحتي وهذيك راه نقص علينا القيل والقال. ودي الله يهديك وصافي. الوريقه عندنا جد جد المسائل كلها مقاده، راه كنتسناو الاجابه ديال الحكومه. عشان عندي واحد النقطه ضعف ربما عمري ما قلتها لك، وهي ان الواحد اللي كيتهني بشي حاجه وهي ما فيهاش، عرفتي راه كتجيني ازمه صافي. اقسم لك يمينا مولك يمينا، عرفتي فاش كيتهم شي واحد شي صفه اللي ما اللي فيها. مرحبا وقلي حبس. والله هذيك نقطه الضعف ديالي. هو خويا عاد بديت نستريمي اخويا اسماعيل، ما نكذبش عليك، وبديت نستريمي غير الناس هما اللي برسطوني قال لك بدا تستريمي الباش، عشان عندي واحد ستريم شويه تقيد، فهمتي ما عنديش ستريم ديال النشاط وهذه، ستريم ديالي شويه تقيد. لذلك ما اي حاجه صادره منك راه هو راك عارف من الاحسن تصبر على كلام الناس سقراط راك ما تديش عليهم. لا شوف بس الشوكي انا راه معروف عليا بشحال هذه واحد القضيه ما عمرها ما تبدل. لا الفتره هذه وي فين وي راه خي طرا لي واحد المشكل صافي. شوف السي الشوكي انا راه كنتمشى هاد الزبيبه كطلع معايا حلاوه العسل. بريباري عقل على هذا المثال هذا. انا راه الناس اللي كيفهمها طايره. لا انا شوف ايوا راه كنخافوا على راسنا من قوه القيل والقال وصافي هادشي هذا المكان. ولا لا يحش منا وصافي داكشي اللي كاين. امين يا ربي. نمشيو نشطوا مع الناس ولا اودي ما نقدرش نشد دابا انا وياك ما نقدروش. ايوا كما قلت لك اي حاجه. وعليكم السلام زكريا، مرحبا اخويا. الجورناليست غير مشتين راه الا كنتي قريت الجريده اللي تحطات تنظن واش البارح انا ما اظن كان فيها واحد الشرطي كيشطح في شي بار. ربما اخويا اسماعيل وفيك شكرا اخويا. وتقطوا ليه الصوره وتحط في الجريده يعني في الصفحه الاولى ديال الجريده وتقال عليه واحد المقال. شفتو مرحبا اخويا بروكس، مرحبا اخويا. اي حاجه كيما تقدر
نعم نعم وي سيدي ما تنساش تخلي لي واحد الايميل على الايميل ديالي تخلي لكم الدعوه ديال التحت عندك شي لكم السميات باش اللي جاي يدخل ياك سيدي ضروري باش الروينا هو راك غير الناس ديال السبيطار راك عارفهم راني عزيز عليهم وبو عزاز عليا فيما كنبغي نمشي خصهم يكونوا معايا وعيطنا لهم صافي لا بالنسبه غدا ان شاء الله هو واخا مرحبا عندي واحد جوج الناس ولا بد ما يدخلوا لك الممكن مرحبا ما كنتش موشت من عندك مرحبا بك الله يبارك فيك المهم اخوان بغيت ندير واحد المقطع مع الباشا وغتسمحوا لي يا مرحبا اسيد الله يرحمني كل الوالد ياك ما نوجد راسي هذا شي كروشي ولا شنو الله هي مزيانه حتى هذيك احزق الباشير سي الباش والله يمنعك الله 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 لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله فرق يا بوك عندك السين بشر لا أنا ما نزل فرق يا بوك أو دي راح حط لي بصاص طي حطهم لي الفوق وقرق يا بوك رق يا بوك نسير على الله نسير وخير ما عارفش هذا البوت هذا حيدو لنا واخا 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 سيدي احنا مش تحوزين انا سيدي انا زكريا اخويا تشرح لي الحيط هذا البوط هذا راه ما فهمتش فيه حاشا كارز تو والله ما عرفتش كندير له ايوا تشطح لي الشرف اوكي اخويا زكريا الله يحفظك اشوف شطحة كي دايرة ديال الناس بعقلهم واه شطحة ديال الشرف هادي يا وليدي ديال الناس اللي بعقلهم تخلى ليا اللي يطيرون بالقول انا سيدي انا بديت نسخن اسيد الله يخليك ديما شابه يا الله يحفظك اح 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 هذا اح اح فكروني بزبيب وبرانات واسي سقراط زيد زيد اوليدي زيد قادرني راني انا التحيد من مورا يا سيدي اش دير وي زكريا سقراط بالله يا بالله ديك غني خصو زبيب وبران وي والله العظيم بالله غي زكريا راه كاين واحد الا ما كان كيدخل فيه ديك الساعه نيش
فينا هو فينا هو سقراط؟ اوكي انا مش سقراط. سقراط اجي معايا. اش اش مالك اخي بنتي ليا برزت. المشكل عندك في اللبسه ولا؟ كنتي تاخذ راحتك وجبت اللبسه على خاطرك. هادوك هما اللي يصلحوا لك اوليد. لا راه ما نقدش على داك السبيطار اسيدي. ياك اسيدي. هذيك اللي سميتي ما لقيتهاش ولا كثر طلعت الرباطه اللي مشيتي عندك ورطه. لا راه ما بانت لياش الله يهديك. اي عيني عارفه ما لقيتهاش كدا. هذيك النظره هذيك راه مسوحين. لا لا المسحوم اسيدي كاع حنا من داري. اصبر اصبر زيد زيد الروينه هذه اصبر. سقراط مودر باللايك مي غادي يروح وايجو. انا راه دويت مع السعيد اللي صافي راه دابا ناخذ اوكي صافي معقدين معقدين ما منيش قال لي. ولكن سعيد خاصك توقف معاه لابد. انا كنت خاصني نوقف معاه. لا زعما توقف معاه انت غتكون ميدسان شاف وهو شاد السبيطار راك عارف. الله يبارك في السلعه حيت هي انا باش نقول لك اللي كاين. كلام قول كثير حتى انا الى سهل الله وشديت هاد الرئاسه هادي انا غنحتاجك معايا ياك فهمتيني. وي ولكن باش نحتاجك معايا ما يعنيش النهار الاولاني ولا الثاني. ربما نقدروا نهضروا من النهار الثالث ياك. ديالي ياك يبان لي انك تبقى بلا خدمه بلا ما شومور وهادي فهمتي ديك ثلاث ايام ولا يا ودي نهار الشيطان الحوت راك بوحدك كتصيد بحال البوالي ما معك حد باش هذا باش تضرب على حد. ما راه انا اصلا انا وكك داير راه يلاه كنحاول انني نعادي نفسي لهنا انا اللي راك فاهم يا ودي. انا من ذاك النوع اللي زاد الدود يا ودي. عشر الناس تعرفهم الله يهديك. ما عرفت ما عنديش ديك العقليه ديال التعاشير وكذا. حتى الناس اللي في التقاده ديالي ما فهمتي ما كتشوف راسي ما كتفكرش بحال. ايوا راه اشكال دابا راه يكون عندك مشكل حتى مثلا الا شديتي انا الرئاسه وجيت تخدم معايا راه يكون عندك هذا اشكال هذا. حتى دابا وي سقراط راه مشكل. سقراط راه فين ما يمشيش بغا يجي معايا. وي وي واسمع يا ودي رنين الله يهديك. انا كنشوف غير انت ما كنشوفش ولا شي نشوف. ما كيبان لي حتى باش انا راك عارف القضية ديال القصر الرئاسي راه كيجي ليه كله من هب ودب. ايوا زعما انا هي الفكرة اللي عندي هي تكون زعما معايا مستشار راك عارف. ان شاء الله. ولكن باش تكون مستشار على حسب ما كتقول ليا بان ما عندكش الخاطر لا هادشي وعزالك تبقى بوحدك وهادي فالقضية شوية حامضة كتبان ليا سي سقراط. ودابا حنا زيزا مبطوها لك في الحوت دابا غتقول لي بلا بطوخة علينا في بلاك على وجهنا. هو ما جاتش عاوتاني هو ما جاتش عاوتاني بالحوض القصر الرئاسي. سي سقراط ركز معايا. يا ودي اصبر. انا عارفك تسمع ليا انا عارفك تسمع ليا كلامك قول. يا ورا داكشي علاش مازال بتشارك ان شاء الله. صافي سيدي دابا وقيلا غنمشي بحالي نمشي سير سير غنمشي بحالي الحفله ما بقى فيها حد نقدروا نمشيو بحالنا. البلان اللي قال لك ديال صيفط لي ايميل هذاك شكون هو ما عرفتوش انا. شنو هو الايميل ديالك؟ هو هو السميه. لا الايميل ديالو هو انا عارف الايميل عطيتو ليك ليه فقره الروبوت
هو معاذ كوينسي سقراط. وي اروباسك. انا مع الباشا. وي سيدي اشكي الباشا قول لي شكون اللي قطع لك يديك بعدا نتايا. هذا هو المشكل ترى لي غير من تقطع لي شي حاجه خاص انا سي عمر كي داير كلشي بخير الصحه لاباس كلشي بخير على هادو الناس ديال السبيطار كاملين هادو الناس السبيطار هادو كاملين هادو احبابنا وصافي لا صافي انا غنمشي بحالي دابا منيش الله يجعل شي بارك نعم سيدي لا كاينه ومعكم نتوما يكونوا المشاكل الله يرضي يا سير حيد عليا بعد هاد اللبسه هادي سواء كاينه الحفله ولا ما كايناش سير طير حيد عليا هاد اللبسه هادي سير الله يبارك فيك مولاي الله يحفظك انت واش بعقلك ولا ماشي بعقلك شويه بيدك شويه محايد يدك شويه شنو الفضيحه هادي سير اصاحبي حيد عليا سير شنو الفضيحه هادي واش تشوف السي عمر واش اجي واش نضرب شي تصويره نيش راه فكرتيني في زيد سيدي سي تصورنا زيد اجي وحدايا اجي من اللور السي باش دور واش دور بحال هكا وهني راسك ترجع ترجع اللور راه شوف فين شاد انا سيدي كازا تبارك الله عليك زيد 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 زيد, زيد. تبارك الله اوكي اخوان قطع ستريم الله جا شبارك الله الا يس بالله الله الا كنت طارق اليوم راه ماكش عوال كاع نطلقو دابا نصيفط لك لي مايك باهي ماكش عوال نطلقو هاد الليله هادي صحاب لي شنو بداو الرئاسه مرحبا مرحبا شي خير جا الله الا يس بالله يلا تبارك الله عليكم خويا ربوي الله يحفظك يا حبيبي المهم الا كانت الرئاسه غدا ولا هادي راه انا غندير عنوان ان شاء الله وي واحد شويه نتحرك به ندير عنوان ديال صافي الرئاسه زين انتخاب الرئيس ديريكتوما سيدي درنا راه غير قانوني انه بالعراضه وراك دزتي على وجهي وليدي راك تعرف عندك كدير وجهي هذا واش كيدوز عليه الجماعة على وده كيف تسال معاه اللطافه ديالك وي اوكي اخويا بوي كون هاني دابا خصني تنشد باش يكون تبارك الله عليك ورحمة لا ما تخافش راك عارف فوجا كيدوز التران انت راك دزتي اوليدي كيدير البصمة ديالو لا كون هاني البوي فهمتي غادي نديرو التعددية الحزبية حرية الرأي فهمتي وانتقادات وهادي ان شاء الله فهمتي كلشي غادي يكون كار سيستم شوية ديال برا ماشي ديال بلاصة اخرى يكون خير اوكي الاخوة تبارك الله عليكم وشكرا لكم تفرجوا فينا وليلة سعيدة يلا تبارك الله عليكم شكرا بزاف البوي خويا من بعد نحتاجك في الديسكور ياك تشرح لنا هاد القضية ديال البوت يلا سلام.